الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف الحال؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سعيد بأن أكون معكم في هذا اللقاء العلمي وفي هذا الصالون الفكري الذي لا يمكن إلا أن نتمنه وأن نتمن مبادرة وأن يعني نشد بحرارة على كل الساهرين على ضمان استمراريته، لأنه بالفعل يبقى إيجابيا من حيث يعني حمولته، ومثل هذه الديناميات هي تبقى ديناميات مهمة في ظل هذا المنعطف الذي تعيشه بلادنا يعني منذ تقريبا عقدين من الزمن. وعبد ربي استسمحكم في ان اعرف بنفسي من جديد، والدكتور عبد الاله امين، استاذ القانون الدستوري وعلم السياسه والسياسه العموميه بكليه العلوم القانونيه والاقتصاد الاجتماعيه بجامعه بن زهر باكادير. وانا اتشرف بانني ابن لمدينة قلعة السرغنة. بمدينة قلعة السرغنة، هذه المدينة عزيزة على قلبي، كانت ولادتي. وبمدينة قلعة السرغنة يعني ترعرعت وتشربت يعني قيم حب هذا الوطن. بمدينة قلعة السرغنة تابعت دراستي الابتدائية بابتدائيات الحي الإداري، وبإعدادية البهجة تابعت دراستي الإعدادية، ومرحلة التكوين الثانوي كانت بثانوية مولاي إسماعيل. فمن هذا المنبر أشكر جزيل الشكر كل من تتلمذت على يديه من أستاذات فضليات ومن أساتذة فضلاء، من توفي منهم أسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة، ومن بقي على قيد الحياة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يجازيه خير الجزاء عما قدمه لنا من كبير عطاء. إذن من الأسباب الداعية للاستجابة لهذه الدعوة الكريمة من إخوتي وأخواتي في حزب الاستقلال فرع قلعة السرغنة هو حبي بالتحديد لهذه المدينة، هذه أولا، ثم يعني تشجيعا لكل ذوي يعني الروح الوطنية الغيورة الصادقة، بحيث أن كل دينامية إلا وينبغي أن نتمنها وأن نعضدها وأن يعني ندفع بها إلى الأمام. إذن من هذا المنطلق يعني لم أتردد ولن أتردد في أي مبادرة يعني يسعى من خلالها يعني كل الفاعلون السياسيون والمدنيون ويعني مختلف توجهاتهم الإيديولوجية وانتماءاتهم السياسية وقناعاتهم الفكرية. لن أتردد، وهذا من باب يعني تقديم ولو جزء من أو نوع من رد الجميل لهذه المدينة الفاضلة، مدينة قلعة السرغنة، التي أحبها وأعتز أي اعتزاز بانتمائي إليها. فيما يتعلق بموضوع مداخلتي، حاولت أن أتطرق إلى موضوع متعدد الأبعاد، إن لم أقل موضوع مركب من حيث طبيعته، ألا وهو موضوع الأمهات العازبات. واختياري حتى أصدقكم القول، اختياري لموضوع الأمهات العازبات ليس هو اختيارا للموضوع في حد ذاته، ولكن هو اختيار لموضوع تتشابك أبعاده من حيث يعني المحددات ومن حيث الرهانات، بحيث أن موضوع الأمهات العازبات تجد فيه البعد الاجتماعي حاضر،
تجد فيه البعد السياسي حاضر، تجد فيه البعد الاقتصادي حاضر، تجد فيه البعد القيمي، يعني حاضرا. وبالتالي فهذا الموضوع يستحق بالفعل أن يكون موضوع يعني دراسة وتحليل، وأن يكون بالفعل موضوع نقاش و يعني تداول فيما بين يعني الفاعلين السوسيو مدنيين والباحثين الأكاديميين. إذن فموضوعي كما قلت واستسمحكم هو موضوع الأمهات أو مشكل الأمهات العازبات وسؤال الولوجية إلى الأجندة المؤسساتية. و سأحاول مقاربة هذا الموضوع من حقل علمي له أهميته، ألا وهو حقل تحليل السياسات العمومية، وهو حقل صعب التناول، إلا أني سأسعى إلى يعني مد يعني كما قلت يد أو بالأحرى مد تلك الآلية التي تساعد من جعل هذا الموضوع يعني قابلا للنقاش ومفهوما من طرف يعني مختلف مستويات التلقي. إذن عندما أقول مشكل الأمهات العازبات وسؤال ولوجية إلى الأجندة المؤسساتية، أول ملاحظة بالنسبة للمتلقي الكريم والمستمع الكريم هو ملاحظة وجود مجموعة من المصطلحات ومن المفاهيم التي يتعين الوقوف عليها. لذا أول شيء هو سنبدأ به هو التحديد المفاهيمي. أول شيء هو التحديد المفاهيم، وسأبدأ بالأمهات العازبات. إذن من حيث المبدأ عندما أقول الأمهات العازبات فالمقصود بهن أو المقصود بالأم العازبة هي تلك الأم التي ولدت طفلا خارج إطار الزواج. إذن ببساطة دون الوقوف على التحديد اللغوي، هكذا المدلول الذي ابتغيه وأرومه من خلال هذه المداخلة، المفهوم الذي أعطيه لأمة العازبة هنا هو يعني تلك الأم التي ولدت طفلا خارج إطار الزواج. ومن ثم الملاحظة الأولى هو أن عندما أقول تلك الأم التي ولدت طفلا خارج إطار الزواج فمعناه غياب كما قلنا أي سند شرعي لرابطة الأبوة لهذا الطفل مع أي شخص آخر. إذن بالتالي فهي أمومة يعني قائمة على أساس بيولوجي، لأن خرج هذا الطفل خرج من رحم هذه الأم، ولكن لاحظوا بأنه كان أو كانت ولادة خارج إطار الزواج بالشكل الذي حددت له أو المفهوم الذي حدده في مدونة الأسرة. ثاني شيء يعني خارج إطار الزواج الشرعي. ثاني شيء هو أنه لاحظوا أنها أمومة أو تؤسس أو لعلاقة بين طفل وأم كلاهما لا يمتلك أسرة بالمفهوم الوارد في المادة أو في الفصل 32 من الدستور. إذن هذا هو أول معطى، وبالتالي هنا يطور الإشكال الأول. إذن عندما أقول أم عازبة فإن لا أقول فتاة عازبة ولا أقول امرأة عازبة، بل أقول أم عازبة للدلالة على أن الميلاد كان من رحم هذه الأم، وبالتالي كانت هناك ولادة، كانت أم على أساس بيولوجي، ولكن كما قلت خارج إطار الزواج الشرعي بالمفهوم الذي حدد له في مدونة الأسرة، وخارج مدلول الأسرة بالشكل الذي حدد له في إطار الفصل 32 من الدستور. إذن هذا هو المقصود بالأمهات العازبات في مداخلتي هذه. أما عندما أقول مشكل الأمهات العازبات
فأول شيء، وهذه مسألة مهمة جدا، هو أنه المشكل هنا إما أن ينظر له بمنظور رجل الشارع فنقول مشكل أمة عزبت ويكون له مدلول بسيط جدا، وإما أن يكون المدلول أو المفهوم المعطى لي مشكل بمدلول رجل السياسة، ولكن هذين المدلولين معا ليس هما المقصودين. هنا أستدعي مفهوم مشكل بدلالته في حق السياسة العمومية، وأقول بأن المشكل في حق السياسة العمومية لا يوجد على صورة واحدة، لا يوجد على صورة واحدة. وهكذا في المشكل في السياسة العمومية، إذا ما أعملنا مقترب يسمى بالمقترب الصيروراتي البنائي، يسمى لابخوش بروسوسيال، يعني عبارة عن بروسيسوس يميز بين صيرورات فرعية. إذا هذا يسمى لابروش بروسيسيال، يعني المقترب الصيروراتي البنائي كونستركتيفيست بنائي، كما سيتبين إن شاء الله في متخلفاته وسوف أوضح إعماله كذلك. إذا ما عملنا هذا المقترب في حقل تحليل السياسة العمومية، فإن المشكل هنا لا يكون مشكلا واحدا، بل هو مشكل متطور، كيف يخضع لسيرورة بنائية تطورية، بحيث يبدأ كمشكل فردي ثم ينتقل من مشكل فردي إلى مشكل جماعي، ثم ينتقل من مشكل جماعي إلى مشكل مجتمعي، ثم ينتقل من مشكل مجتمعي إلى مشكل عمومي، ثم ينتقل من مشكل عمومي إلى مشكل، وأضع بين المزاوجتين، سياسي منظوماتي، وسأحلل كيف، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مشكل متحمل به، يعني بريزون شارج من طرف السلطة العمومية المختصة بذلك. إذن لدينا صيرورة تطورية، أي مشكل في مجال السياسة العمومية ينبغي أن ينظر إليه بمقتضى المقترب الصيروراتي بهذا الشكل، مشكل فردي ثم مشكل جماعي ثم مشكل مجتمعي ثم مشكل عمومي ثم مشكل سياسي منظوماتي ثم مشكل متحمل به، أي دخل إلى ما يسمى بالأجندة المؤسساتية. لاحظوا، إذن هذه الصيرورة التي تفصل المشكل من مرحلة كونه مشكل فردي إلى مرحلة أخرى المسمات مشكل متحمل به، هي التي تسمى صيرورة الولوجية إلى الأجندة المؤسساتية. إذن هذا هو الشق الثاني في العنوان، ما المقصود بالأجندة المؤسساتية؟ الأجندة المؤسساتية قد يسميها البعض أجندة سياسية، وقد يسميها البعض أجندة حكومية، وقد يسميها البعض يعني كما يسمى البعض أجندة يعني سيتينغ، ولكن ما أقصده الآن هو ما يسمى بالأجندة بويلدينغ، الأجندة البنائية، الأجندة انستيسيونيل بويلدينغ أو الأجندة المؤسساتية البنائية. ولكن أنا وقفت هنا على اصطلاح محدد هو الأجندة المؤسساتية، وأقصد بها هو مجموع المشاكل العمومية المتحمل بها فعليا من طرف سلطة عمومية مختصة بذلك. إذن أعيد، فالأجندة المؤسساتية المقصودة في مداخلتي هاته هي مجموع المشاكل المتحمل بها، أو مجموع المشاكل عفوا العمومية المتحمل بها فعليا من طرف سلطة عمومية مختصة. ولذا قد تكون السلطة العمومية المختصة هي الحكومة، وقد تكون السلطة العمومية المختصة هي البرلمان، وقد تكون أي مؤسسة دستورية أخرى لها سلطة ذلك، لها الاختصاص في ذلك، وقد تكون جماعة ترابية. وحين ذاك نتحدث، وهذا مصطلح ربما غير وارد في الكتابات ولكن هكذا حاولت أن أستعمله في العديد من مداخلاتي، هو
الأجندة المؤسسية الترابية للدلالة على أن هناك أجندة كذلك مؤسسة ترابية مثلما أن هناك أجندة مؤسساتية مركزية. إذا المقصود بالأجندة المؤسساتية هي هذه المجموعة المشاكل العمومية المتحمل بها فعليا من طرف سلطة عمومية مختصة. إذا أما عندما أتحدث على الولوجية أو سؤال الولوجية فهو اختصرته في هذا المعطى تحديدا أو في هذا السؤال المركب والذي صغته كالتالي: سؤال الولوجية إلى الأجندة المؤسساتية هو محاولة لفهم لماذا ينجح مشكل أضعه بين مسؤولين مجتمعي محدد. لماذا ينجح هذا المشكل المجتمعي المحدد ديتيرميني في تحقيق الولوجية إلى الأجندة المؤسساتية في حين يفشل مشكل آخر في تحقيق هذه الولوجية رغم ما يتوفر عليه هذه المشكل الذي فشل في الولوجية إلى الأجندة المؤسساتية رغم ما يتوفر عليه من مقومات مادية وموضوعية؟ تجد أن المشكل مثلا له من الاتساع الجغرافي المكاني وله من الاتساع على المستوى يعني العددي الإحصائي وله من يعني استعجالية التدخل ما يؤهل لأن يكون له بالفعل كل المقومات المادية الموضوعية لكي يتحمل به من طرف السلطة العمومية، ولكن رغم ذلك لا تتحمل به السلطات المختصة. ده السؤال: لماذا مشكل محدد مجتمعي محدد ديتيرميني ينجح في الولوجية إلى الأجندة في حين المشكل الآخر لا ينجح رغم أنه قد يكون فيه يكون أكثر امتلاكا لمقومات المادية الموضوعية من سابقه؟ هذا السؤال الأول. وفي نفس الإشكال في نفس الإطار يعني اللي هو سؤال الولوجية إلى الأجندة المؤسسية نطرح السؤال: لماذا الولوجية في ظرفية زمنية محددة دون غيرها؟ بحيث نقول لماذا مشكل معين عمومي ينجح في ولوجية إلى الأجندة المؤسسية في هذه الظرفية السياسية المحددة دون ظرفية أخرى؟ هذا كذلك يدخل في إطار تحليل السياسات العمومية. ثم السؤال الآخر هو: لماذا، وهذا هو الأصل، لماذا لا تتمتع المشاكل وأضع بين المسؤولين المجتمعية بولوجية مفتوحة للأجندة المؤسساتية؟ لماذا لا تتمتع كل المشاكل بولوجية مفتوحة إلى الأجندة المؤسساتية؟ هل البعد المادي للظاهرة هو المحدد أم ماذا بالتحديد؟ هل البعد المادي للظاهرة هو المحدد أم ماذا بالتحديد؟ إذن كأننا هنا نبحث في محددات لديتيرمينون، محددات التي تساعد مشكل محدد على ولوجية إلى الأجندة المؤسساتية في حين أنها تفشل مشكل آخر في الولوجية إلى الأجندة المؤسساتية. إذن هذا على مستوى التحديد المفاهيمي. إذن حددنا المقصود بالأمهات العازبات، حددنا المقصود بمشكل، وقلنا بأن المشكل ليس له صورة واحدة، بل المشكل قد يكون مشكلا فرديا وقد يكون مشكلا يعني جماعيا ومشكلا مجتمعيا، مشكلا عموميا، مشكلا سياسيا منظوماتيا، أو مشكلا متحمل به. هذا هو هذه الصيرورة تسمى صيرورة البنائية للأجندة المؤسساتية كما سيأتي بيان. ثم عرفنا الأجندة المؤسساتية، ثم حاولنا أن نضعكم في الصورة ما المقصود بسؤال الولوجية. إذن هذه هي العناصر المشكلة للموضوع المداخلتي. الآن آتي إلى تحليل يعني هذه المشكلة للأمهات العازبات من منظور السياسات العمومية، وتحديدا ما يسمى بالمقترب الصيروراتي يعني لابروش بروسيسيال. أنا لا أقول هنا لابروش سيكونسيال يعني ما يسمى بالمقترب التسلسلي، هذه غادي نجي نشرحه إن شاء الله، ولكن أقصد المقترب البروسيسيال. وسأبدأ معكم بنقطة جوهرية. عادة عندما نتحدث عن السياسات العمومية
نتحدث عن ما يسمى بدورة حياة السياسة العمومية. دورة حياة السياسة العمومية، وهذه دورة حياة السياسة العمومية يمكن يعني أن نستدعي هنا مجموعة من الخبراء ومن الأكاديميين المختصين في مجال السياسة العمومية لكي نقف على اختلاف توصيفهم لما يسمى بدورة حياة السياسة العمومية. ولكن عبد الله سأقف معكم على واحد من تيبولوجي، واحد نموذجة معينة ربما الأكثر استعمالا، ألا وهو التمييز في إطار دورة حياة السياسة العمومية بين 4 مراحل. عادة أتحفظ على كلمة مراحل وأسميها سيرورات فرعية، ولكن لا بأس الآن أقول مراحل لأن الوقت لا يسع وللتفصيل في ذلك، ولكن إن شاء الله في النقاش سيكون شرح أكبر. إذن عندما أقول السياسة العمومية، لكي نفهم معنى السياسة العمومية ينبغي أن نقف على مفهوم دورة حياة السياسة العمومية. وبالتالي فكل سياسة عمومية من حيث المبدأ تخضع لمراحل 4. المرحلة الأولى أو السيرورة الفرعية الأولى كما شئتم أن تسموها، لأن كاين طروحات في الجانب هذا أحبب السيرورة الفرعية، ولكن الآن حتى نبسط المسألة نقول مرحلة. إذا كأن لدينا 4 مراحل مشكلة لدورة حياة السياسة العمومية. المرحلة الأولى هي مرحلة ما يسمى بالولوجية إلى الأجندة المؤسساتية، عادة تسمى الميز على الأجندة، هكذا يعني الوضع في الأجندة، ولكن عبد الرب الآن نتحدث على الولوجية إلى الأجندة المؤسساتية. والمرحلة الثانية هي ما يسمى بالفورميلاسيون دي بوليتيك بيبليك، ما يسمى ب بلورة وصياغة السياسة العمومية، والبعض يسميها بروغراماسيون، يعني في دلالة على أن الأمر يتعلق بوضع مخططات، يعني في المرحلة التي نضع المخططات التي على ضوئها سيتم فعل التدخل العمومي من أجل تسوية المشكل العمومي. والمرحلة الثالثة هي ما يسمى بمرحلة ميز أون أوفر، مرحلة تنزيل السياسات العمومية. والمرحلة الرابعة هي مرحلة ما يسمى بليفاليسيون، تقييم السياسات العمومية. وهذه المراحل 4 كما قلت هي تسمى تشكل ما يسمى بدورة حياة السياسة العمومية. إذن السياسة العمومية من حيث المبدأ، أقول من حيث المبدأ لأن سنأخذ في الحديث في هذا المدلول، السياسة العمومية من حيث المبدأ هي فعل تدخل عمومي تباشره سلطة عمومية مختصة من أجل تسوية مشكل عمومي. لاحظوا كلمة عمومي تتكرر. إذن السياسة العمومية هي فعل تدخل عمومي تباشره سلطة عمومية مختصة لها مشروعية للتدخل ولها الشرعية للتدخل، من أجل ماذا؟ تباشر هذا فعل التدخل العمومي من أجل تسوية مشكل عمومي. إذا مربط الفرس في هذا التعريف هو كلمة عمومي، وتحديدا مشكل عمومي. إذا بالتالي لا يمكن وفق هذا المقترب أن نتحدث عن سياسة عمومية كفعل تدخل عمومي إلا بوجود مشكل عمومي. إذا مشكل عمومي، وأسطر بقوة على كلمة عمومي، مشكل عمومي. إذا لا يمكن أن نتحدث عن سياسة عمومية بهذا المنظور وفق هذا المقترب إلا بوجود يعني مشكل عمومي. إذن ما المقصود بالمشكل العمومي؟ لكي نقف على المقصود بالمشكل العمومي ونفهم ما معنى السياسة العمومية ونفهم ما معنى دورة حياة السياسة العمومية، سأبدأ معكم بالمرحلة الأولى، ألا وهي مرحلة الولوجية إلى الأجندة المؤسساتية، أو ما يسميه البعض بالميز على الأجندة. إذن هذا الولوجية إلى الأجندة المؤسساتية هي في الأصل صيرورة تعريفية بنائية لمشكل يسمى مشكل عمومي. إذا في المشكل العمومي غير جاهز، المشكل العمومي غير جاهز،
المشكل العمومي هو بناء سوسيو سياسي. المشكل العمومي بناء سوسيو سياسي. وسأعطيكم مثال، قد تجد، هو موضوع الحال اليوم أعطيته فقط كمثال للأمهات العازبات، قد تجد أرقام قوية جدا، إذا من حيث الجانب الإحصائي، من الجانب الكمي، تجد بين الزوجين ظاهرة، وأتحفظ على مفهوم الظاهرة الاجتماعية، خصوصا أنها لا تنطبق عليها المواصفات التي أعطاها إيميل دوركين في كتابته للظاهرة الاجتماعية. إذا هذا موضوع آخر، ولكن الآن حتى لا يقال بأنه هناك خلط المفاهيم، أقول ظاهرة وأتحفظ عليها. إذا من حيث المعطى الإحصائي هناك دلالة للأرقام، الأرقام تتحدث بأن نحن اليوم أمام مشكل. عدد الأطفال أو عدد يعني الأطفال المولودين خارج إطار الزواج الشرعي، عدد الأطفال المتخلى عنهم، اختلاط الأنساب. إذن بالتالي فلاحظوا فهناك بالفعل مشكل، ولكن رغم ذلك وفق التحليل السياسة العمومية لا يمكن أتحدث على أن هناك مشكل عمومي، لأن قد يكون هناك مشكل ولكن لم يخضع لما يسمى بصيرورة تسليط الضوء على المشكل. وهنا سأرجع لتحليل السياسة العمومية في إطار الصيرورة البنائية. كيف؟ في إطار الأمهات العازبات، قد تكون أم عازبة مسمات ألف تعاني مشكلا، بحيث أنها تعرضت مثلا لاغتصاب أو في إطار علاقة رضائية، هذا مسألة ليس هو المهم الآن. الأساس هو أنها يعني أصبحت في وضعية حمل ثم بعد ذلك ولادة، إذن أصبحت يعني لها أو أصبح لها طفل تحمله. إذن لاحظوا بأنه هي تحمل طفلا غير معترف به شرعيا، غير معترف به قانونيا، لا شرعا ولا قانونا من حيث المبدأ، ليس له يعني نسب على اعتبار أنه إما أنها تجهل أباه البيولوجي، وإما أن أباه البيولوجي تنكر لذلك ولم تقدر على الوصول إلى العدالة لسبب الأسباب كما سيتبينه. الأساس هو أنها أصبحت أمام مشكل. هذه المشكلة التي تعانيه المسمات ألف تعانيه كذلك أم عازبة أخرى مسمات باء، وتعانيه أم عازبة أخرى مسمات جيم، وهكذا. لاحظوا أنه في مرحلة أولى كل أم عازبة تعاني المشكل كمشكل فردي، بحيث أنها تعيش تجربة فردية أو معاناة فردية، وترى قد ترى بأنها تعاني حيفا أو تمييزا أو إقصاء اجتماعيا، بأن ليس لها الحق في الوصول إلى العدالة لأن تحمل بين يديها ما يسمى بدليل إدانتها، وبأن كما قلنا سيف القانون الجنائي مسلط على رقبتها. قد تكون لها قراءة ذاتية شخصية، ولكن لاحظ تبقى في هذه الحدود تجربة فردية، وبالتالي يبقى المشكل في هذه الحدود مشكل فردي. ولكن في مرحلة من المراحل يتحول المشكل، يعني مشكل الأم العازبة المسمات ألف والأم العازبة المسمات باء والأم العازبة المسمات جيم وهكذا، وليك يتحول من مشكل فردي إلى مشكل جماعي. كيف يحصل ذلك؟ بحيث أنه هذه الأمهات العازبات واحدة قادمة من المدينة معينة، وأخرى من مدينة أخرى، وأخرى من مدينة أخرى، وهكذا، وليك يجتمعن مثلا في فضاء محدد، مثلا فضاء جمعية، أو يكترين شقة
مثلا، ويصبحن يعني يشتركن في الطعام وفي تدبير يعني شؤون أطفالهن وهكذا. وليد إذا لاحظوا، إذا كانت هذه الأمهات العازبات في هذا الفضاء ديال الأسرة، يأخذنا في الحديث عن تجربتهن الفردية، ويبدأنا في الحديث عن مشكل جماعي، بحيث شيئا فشيئا يأخذنا في امتلاك ما يسمى بوعي جماعي بأن المشكل ليس هو مشكل الأم العازبة مسمت ألف، أو مشكل الأم العازبة مسمت باء، أو مشكل الأم العازبة مسمت جيم، بل هو مشكل أمهات عازبات يشتركن كلهن في وضع محدد، ويعانين كلهن مشكلا محددا. إذن يمتلكنا، يأخذنا في امتلاك تصور وقناعات، وكانت القناعات لم تعد قناعات فردية ولا تصور فردي، يأخذنا في تأسيس لتصور جماعي، وبالتالي يتأسس لديهن ما يسمى بالوعي الجماعي بمشكل اسمه مشكل أم عازبة. وهنا هذه الجمعية التي عادة تستقبل هذه الأمهات العازبات هي التي تمارس نوعا من ما يسمى بالتعبئة الداخلية، بحيث ترجع الثقة إلى هذه الأم العازبة، تجعلها يعني لا تعاني هذاك الاغتراب الداخلي، وبأنها كأنها ارتكبت جرما لا يمكن أن تصفح عن نفسها، وبأنها تكون لها رغبة في التخلي عن الطيف، إلى هذا كله يتم الاشتغال عليه داخل فضاء الجمعيات. إذا بالتالي بالاشتغال على هذه الأشياء داخل فضاء الجمعيات، أو من خلال التجربة الجماعية للأمهات العازبات، ينتقلن من مشكل فردي إلى مشكل جماعي. إذا متى يتم الانتقال من مشكل فردي إلى مشكل جماعي؟ متى يتحول مشكل الأمهات العازبات من مشكل فردي إلى مشكل جماعي؟ عندما يصبح هناك وعي جماعي لدى الأمهات العازبات بأن هناك مشكل يعانينه جميعهن، هن وأطفالهن. إذا هذا هو المرحلة الأولى، انتقال من مشكل فردي، مشكل الأمهات العازبات، من صفة مشكل فردي إلى مشكل جماعي. بعد ذلك لاحظوا، التعبئة كانت هنا تعبئة داخلية. بعد ذلك يأتي هذا ما يسمى بلافوكا دو كوز، أو المدافع عن القضية، عادة هكذا يسمى في مجال السياسة العمومية، لافوكا دو كوز. قد يكون هو المتضرر من المشكل شخصيا يعني بصفة مباشرة، وقد يكون يعني مناصرا له، قد لا يكون هو متضرر من المشكل، قد يكون مناصرا له مدافعا عنه، وتكون كذلك نوع من المتعاطفين كذلك. إذا بالتالي تتشكل واحد القوة تعبوية، هذه القوة التعبوية تخرج بالمشكل من فضاء الجمعية كفضاء خاص إلى الفضاء العمومي، فنسمي هذه اللحظة هذه لحظة تسليط الضوء على المشكل العمومي، على المشكل عفوا الجماعي. هذا المشكل الجماعي يخرج من دائرة الفضاء الخاص، ألا وهو دائرة الجمعية، وأقول الجمعية قد لا تكون جمعية، قد تكون مؤسسة أخرى، قد يكون فضاء آخر، ولكن يبقى له صفة فضاء خصوصي وليس فضاء عمومي، بيبليك، إسباس بيبليك. إذا هذا الخروج إلى الفضاء العمومي، بالخروج إلى الفضاء العمومي يبدأ مشكل الأمهات العازبات في كما قلنا في ممارسة هذا الفاعل لافوكاتوكوز مع كل القوة التعبوية، يبدأ في ممارسة ما يسمى بالتعبئة الخارجية. إذا لاحظت في الأول كانت تعبئة داخلية، الآن أصبحت تعبئة خارجية، موبيليزاسيون إكستيرن. الغاية ديال التعبئة الخارجية هو كسب تعاطف يعني المجتمع، ونزل اعتراف من المجتمع بأن هناك مشكل مجتمعي اسمه مشكل الأمهات العازبات. إذا هنا نأخذ في الانتقال من المرحلة من يعني المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي الانتقال بالمشكل من مشكل جماعي إلى مشكل مجتمعي. إذا
التعبئة هنا تكون تعبئة خارجية، يمارس ما يسمى بلافوكادو كوز، المدافع عن المشكل حامله أو المدافع عنه ومناصره وكذلك المتعاطف معه، تتشكل قوة تعبوية، تمارس تعبئة خارجية الهدف منها هو يعني انتزاع الاعتراف المجتمعي بأن هناك مشكل حقيقي اسمه مشكل أمهات الحاسبات. في اللحظة التي يتم انتزاع من المجتمع، عندما أقول المجتمع لا يمكن الحديث عن المجتمع بصفة 100%، لا، عندما أقول المجتمع يعني شرائح مجتمعية معتبرة كما ونوعا تعترف أن هناك مشكل مجتمعي اسمه مشكل أمهات العازبات. أنا لا أقول بأن هناك اعتراف الآن، ولكن أقول لكم ماذا عن تحليل هذه الصيرورة، وأنتم لكم الحكم أين نحن هنا، لأن حتى نعرف أين نحن هنا بالضبط زمنيا ينبغي إعمال آليات أخرى من قبيل مثلا قراءة في أدبيات الفاعلين السوسيوسياسيين، أو قراءة مثلا في المشهد الإعلامي، أو مثلا إنجاز بحوث ميدانية لاستطلاع الرأي، حتى نعرف يعني أين يتجه المجتمع، أين يتجه المجتمع. إذن في اللحظة التي يصبح هناك خطاب مجتمعي يقول مثلا صراحة هناك مشكل، يتحدث مثلا على الآثار ديال المشكل اللي هو ديال الأمهات العازبات، يقول مثلا هناك أطفال شوارع، أطفال متخلى عنهم، يقول مثلا هناك اختلاط أنساب، يقول مثلا هناك حيف مثلا في حق المرأة، مثلا قد تجد شريحة اجتماعية أو فئات اجتماعية يقول مثلا هذه المرأة على افتراض أنها تركت أو ارتكبت جرما، فمن العدل أن تحاكم محاكمة واحدة ولا يعاد محاكمتها في كل مرة، وهكذا. وليك تجد أصوات من هنا ومن هناك، ليس بالضرورة هذه الأصوات المعبرة عن هذا الاعتراف المجتمعي ليس بالضرورة أن تكون مع المشكل، قد تكون تنظر إلى المشكل أنه مشكل يعني سلبي من حيث الأثر المجتمعي. إذا بالتالي فنميز، قد تقول بأن هذا المشكل هو مشكل سلبي، وهي فقط ماذا هناك أن بالفعل هناك يعني صوت مجتمعي يتحرك يقول أيتها السلطة العمومية يلزمك أن تتدخلي، هناك مشكل حقيقي اسمه مشكل أمهات العازبات. إذا بالتالي هناك واحد انتزاع اعتراف مجتمعي، ليس مع المشكل أو ضد المشكل، لا، هناك انتزاع اعتراف مجتمعي، ريكونيسونس سوسيال، انتزاع اعتراف مجتمعي بأن هناك مشكل حقيقي اسمه مشكل أمهات العازبات، يتعين على السلطة العمومية المختصة أن تتدخل من أجل تسوية المشكل. وأقول في كل مرة لا أقول معالجة، ولكن أقول تسوية، لأنه فيها يعني كلمة ريغيلاسيون، هذا هو المدلول ديالها في السياسة العمومية، يعني لتسوية المشكل. وهناك إذا بالتالي هناك فرق بين الريكونيسونس السوسيال يعني كنوع من يعني التعاطف والدفاع عن المطلب، هذا شيء آخر. أما الآن أنا لا أتحدث عن هذا، أتحدث عن ما يسمى بالتعبئة الخارجية التي يمارسها لافوكادو كوز، وتمارسها ما يسمى القوة التعبوية الساعية إلى ضمان ولوجية المشكل العمومي إلى الأجندة المؤسساتية، تمارس هذا النوع من التعبئة الخارجية حتى تضمن انتزاع ما يسمى بالاعتراف المجتمعي، لا ريكونيسونس سوسيال. إذا في اللحظة التي تصبح لدينا مؤشرات، وقلت كيف نلمس نلمسها، عندما تصبح لدينا المؤشرات نقول نعم بالفعل انتقلنا بالمشكل ديال الأمهات العازبات من مشكل جماعي إلى مشكل مجتمعي، ولاحظوا قلت مجتمعي حتى لا أخلطها مع اجتماعي، إذن مجتمعي. إذن في هذه اللحظة هذه ننتقل إلى طور آخر، إذن القوة التعبوية لا تقف عند هذا الحد، إذن لأن هناك قوة تعبوية، واحد الفورس موبيليزاتريس، قوة تعبوية تسعى جاهدة إلى أن ترفع هذا المطلب ديال العمومي، تجعل منه مطلبا عموميا، إذن تقوم بصياغة مطلب عمومي
واحد دوموند بيبليك وتتقدم به الى السلطه العموميه المختصه من اجل تسويه هذا المشكل التي ترى فيه بانه مشكل عمومي، ولكن لحد الساعه ليس لدينا مشكل عمومي، لحد الان لدينا مشكل مجتمعي. اذا متى ننتقل بهذا المشكل من مشكل مجتمعي الى مشكل عمومي؟ في اللحظه التي تصبح لدينا مؤشرات بان الراي العام الوطني الرأي العام الوطني أصبح منقسما على ذاته. إذن الرأي العام الوطني الأوبينيون بيبليك، أنا لا أقول اتجاه الوطني توندونس ناسيونال، هذا شيء آخر. توندونس ناسيونال لا يتغير إلا من جيل إلى جيل وأكثر، ولكن الرأي العام الوطني لا. عندما أقول أوبينيون بيبليك قد يتغير بفعل حادث هكذا، يتغير الرأي العام الوطني. إذن بالتالي فالتمييز قائم بين ما يسمى بالرأي العام الوطني وبين ما يسمى بالتوندونس ناسيونال، التوجه العام الوطني. قد يكون التوجه العام الوطني في لحظة من اللحظات توجها محافظا، وقد يصبح توجها آخر ليبراليا. إذن هذا كذلك يقاس في إطار علاقة بمنظومة القيم، في إطار السلوكيات المجتمعية، ويكونه يعني آليته البحثية كذلك التي تمكننا من أن نصدر حكما علميا في ذلك. هذا موضوع نضعه جانبا. الآن أتحدث على مسألة اسمها انقسام الرأي العام الوطني، بحيث أنه في الأول قد نجد، وأنا أقول قد لأنه لا يمكن أن نصدر هنا حكم قيمة وأقول لكم بأن واقع الحال الآن هو كذا وكذا، لا، أنا الآن أقول لكم قد يكون في الأول توجه ديال الرأي العام الوطني كلية إلى النظر نظرة سلبية إلى شيء اسمه الأمهات العازبات، ويعتبر مثلا الأمهات العازبات بأن موضوع فيه يعني يربطه بالانحلال الأخلاقي، يربطه بالمؤابرات الأجنبية، يربطه بالتخريب، يربطه بالتسييس، يربطه بالمصالح ديال الحركة معينة إلى آخره. تكون هناك نظرة، إذن يكون هناك رأي عام. قد يكون الرأي العام هذا هو يعني منطلقه في الحكم في الأول، ولكن في اللحظة التي أو في اللحظة التي يصبح فيها الرأي العام منقسما بين جزء من الرأي العام يرى بأنه يتعين تدخل لحل مشكل عمومي اسمه مشكل الأمهات العازبات، المشكل عفوا المجتمعي اسمه مشكل الأمهات العازبات، ورأي عام جزء من رأي العام كذلك آخر يرى بأنه لا يتعين تدخل لأن تدخل فيه تشجيع لظاهرة اسمها الأمهات العازبات. إذن عندما تصبح الآراء منقسمة على نفسها نقول بأنه نشأ لدينا ما يسمى بحلبة الصراع العمومي، حلبة الصراع العمومي ما يسمى أغان بيبليك، أغان بيبليك لزاغين بيبليك، حلبات الصراع لزاغين بيبليك يعني حلبات الصراع العمومي. إذن هي متعددة، ولكن من ضمن هذه المظاهر ديالها هو أن لدينا حلبات الصراع العمومي. ماذا تدل؟ تدل على أن هناك رأي عام مع ورأي عام ضد. إذن ماذا؟ لدينا مؤشر انقسام الرأي العام مع القوة التعبوية التي تسعى إلى ضمان ولوجية المشكل المجتمعي إلى الأجندة المؤسساتية، ورأي عام جزء من رأي العام آخر مع القوة التعبوية المضادة التي تسعى إلى منع ضمان ولوجية المشكل إلى الأجندة المؤسساتية. لأن لدينا قوتين تعبويتين، دو فورس موبيليزاتريس، قوتين تعبويتين، واحدة قوة تعبوية يعني دافعة، وأخرى قوة تعبوية صادة. إذن القوة التعبوية الدافعة هي الساعية إلى ضمان ولوجية أو تحقق ولوجية المشكل العمومي إلى الأجندة المؤسساتية.
وفي حين أن القوة التعبوية الصادة هي تلك القوة التعبوية الرافضة لولوجية المشكل العمومي إلى الأجندة المؤسساتية. إذا بالتالي لدينا قوتين تعبويتين متصارعتين. إذا حول هذه القوتين التعبويتين المتصارعتين ينقسم الرأي العام. إذا هذا انقسام الرأي العام تتشكل حلبة الصراع العمومي. إذا بتشكل حلبة الصراع العمومي، يعني بانقسام الرأي العام الرأي العام الوطني، الرأي العام بين مع وضد، نقول بأنه الآن في هذه اللحظة تحول المشكل من مجرد مشكل مجتمعي، إذا تحول المشكل، إذا استسمح إن كانت هناك تقطعات، إذا لأنني حديث عهد بالتواصل عبر الفيس، استسمحكم، وبالتالي في كل مرة يعني ربما سيكون هناك انقطاعات، استسمح. إذا أعيد فكرة، ربما كان هناك انقطاع. إذا بالتالي ففي اللحظة التي يتحقق هذا تشكل حلبة الصراع العمومي، يعني ودلالته هو انقسام الرأي العام بين رأي عام ضد ورأي العام مع مشكل الأمهات العازبات، نقول أنه في هذه اللحظة تحقق الانتقال أو انتقل مشكل الأمهات العازبات من مجرد مشكل مجتمعي إلى مشكل عمومي. إذا في هذه اللحظة هذه يتبلور مطلب عمومي أو ترفعه قوة تعبوية، مطلب عمومي مفاده أيتها السلطة العمومية يتعينك عليك الآن أن تتدخلي بصفتك سلطة مختصة لحل هذا المشكل المسمى مشكل أمهات عازبات كمشكل عمومي. إذن هذا هو ما يسمى بالمشكل العمومي. إذن الآن وصلنا إلى مشكل أمهات عازبات كمشكل عمومي، ماذا بعد ذلك؟ هنا نجد أنفسنا أمام ثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول هو أن تنجح القوة التعبوية الدافعة، أي الساعية، أي الحاملة لهذا المطلب العمومي، الساعية إلى ضمان ولوجية المشكل العمومي ديال المشكل الأمة العازبة إلى الأجندة المؤسساتية. هذه القوة التعبوية عندما تنجح في إنهاء الصراع مع القوة المضادة، يعني تتغلب على القوة المضادة، فهذه اللحظة هذه تضمن ولوجية المشكل العمومي إلى الأجندة المؤسساتية، بحيث أن السلطة المختصة تقول أي نعم الآن يمكن أن أتحمل بالمشكل، تعلن فعليا تحملها بالمشكل، يعني يكون واحد بريزون شارج، تحمل بالمشكل ديال الأمهات العازبات كمشكل عمومي، لتبدأ بعد ذلك مباشرة عملية التدخل عن طريق يعني وضع مخططات بروغرام، ثم وضع فيما بعد دي بلون داكسيون، وهكذا وليك. يعني هذا موضوع آخر، ولكن الآن يعني نصبح أمام فعل تدخل عمومي، إذا بريزون شارج، ثم بعد ذلك ممارسة فعل تدخل العمومي لتسوية المشكل العمومي. إذا هذا سيناريو أول. في هذه الحالة هذه ماذا؟ يكون تحديد المشكل، تحديد هوية المشكل، ما يسمى بليدونتيفيكاسيون ديال المشكل ديال الأمهات العازبات كلية أو بشكل أكبر، ضميني مهيمن عليه من طرف هذه القوة التعبوية التي كانت يعني رافعة المشكل ومدافعة لمشكل الأمهات العازبات، مدافعة عن مشكل الأمهات العازبات. معنى ذلك أنه هي التي تحدد هوية المشكل، تحدد معالي المشكل، تحدد محدداته، تحدد رهاناته، كل شيء متعلق بمشكل الأمهات العازبات، كل من الذي يحدده هو الأمهات، هو هذه القوة التعبوية التي نجحت في السيطرة على ما يسمى بالصيرورة البنائية التعريفية للمشكل، ما يسمى بالبروسيسوس ديفينيسيونيل دو بروبليم دي مير سيليباتير كوم بروبليم بيبليك، يعني الدفاع على يعني على تقول لهم هذا المشكل ديال الأمهات العازبات هو بهذا الشكل، وغادي نجي نشرح كيف، وليس بشكل آخر، يعني تكون لها مقاربته الخاصة في تحديد المشكل.
إذا ماذا نقول هنا؟ نقول بأنه بناء ما يسمى جوج ديال الحوايج في السياسة العمومية، ما يسمى بفرضية السببية، ما يسمى بفرضية السببية يعني ليبوتيز كوزال، والبعض يسميها ليبوتيز كوز، وبناء ما يسمى بفرضية التدخل، هذا ليبوتيز دانتيرفونسيون يعني فرضية التدخل. هادو فرضيتين اثنتين هما اللي تيحدوا لنا، الأولى فرضية السببية تيحدوا لنا معالي المشكل. لدينا مشكل أمهات العازبات، ما المقصود بمشكل أمهات العازبات؟ هل هو مشكل أم تبحث عن وضع قانوني واعتراف قانوني ومؤسساتي ينهي حالة التمييز حسب واحد الطرح؟ إذا لاحظوا فهو مشكل أم حسب هذا الطرح، أم أنه مشكل ديال طفل غير معترف له بالحق بالهوية كما هو وارد في اتفاقية حقوق الطفل مثلا؟ إذا لاحظوا بين هذا التحديد وهذا التحديد هناك فرق شاسع. إذا ماذا نقوم الآن؟ نقوم بما يسمى بليدونتيفيكاسيون، تحديد هوية المشكل. هل هو مشكل أم عازبة؟ أم هو مشكل طفل؟ أم هو مشكل أم عازبة مع طفلها؟ وفق أي مقاربة سنتدخل؟ إذا بالتالي نقول الأسباب. إذا البعض قد ينظر أن الأسباب هي أسباب اقتصادية اجتماعية، البعض الآخر قد ينظر بأن المسألة هي مسألة يعني ريبريزونطاسيون يعني تمثلات مجتمعية، البعض الآخر قد ينظر بأن هي مشكل ديال غياب حماية قانونية. كل واحد سينظر لسبب من الأسباب. إذا بالتالي فالقراءة في الأسباب تجعلنا أمام فرضية سببية معينة، إذا تختلف فرضيات السببية حسب اختلاف الفاعلين. ولكن لاحظوا طالما أن الآن لدينا السيناريو الأول هو الولوجية تحققت بفعل قوة ديال تعبوية ديال القوة التعبوية الدافعة يعني المدافع عن 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 المشكل والدافع إلى أن تجعل من المشكل بفعل يحقق الولوجية إلى الأجندة المؤسسية، نقول بأن في هذه الحالة هذه بأنه ما يسمى بالبروسيسوس ديفينيسيونيل يعني هذه الصيرورة التعريفية للمشكل مسيطر عليها يعني دوميني من طرف السلطة من طرف القوة التعبوية التي كانت مع المشكل والتي رفعت المشكل أول مرة والتي دفعت عن المشكل والتي ناصرته. إذن مثلا هذا الجانب الأول، وقد تكون هنا بالتحديد مثلا الحركة الجمعوية النسائية، وقد تكون كذلك منظمات دولية. لاحظوا لها مرجعية محددة، هي مرجعية حقوقية دولية تحتكم إلى المرجعية إلى ما يسمى بالاتفاقيات الدولية والمرجعية الدولية حقوق الإنسان. إذن هذا طرح. إذن بالتالي فتجد بأنه ما يسمى بليبوتيس كوزال دوميني يعني مهيمن عليه من طرف هذا الفاعل. هذا كذلك ليبوتيس دانتيرفونسيون فرضية التدخل كذلك هي الأخرى مهيمن عليها من طرف الفاعل، لأن الفاعل هو الذي هيمن على البروسيسيس ككل، على الصيرورة ككل في الأول، يعني صيرورة تحول مشكل من مشكل فردي إلى مشكل متحمل به مرورا بالمشكل الجماعي ثم المشكل المجتمعي ثم المشكل العمومي. كل هذه الصيرورات الفرعية، المشكلة هذه الصيرورة اللي هي صيرورة الوجه إلى الأجندة، كان متحكم بها مثلا في إطار السيناريو الأول من طرف هذا الفاعل. إذا هذا طرح أول. الطرح أو السيناريو الثاني، السيناريو الثاني هو أن تنجح بالمقابل، قد تنجح بالمقابل القوة التعبوية المضادة هي التي قد تنجح في صد كل ولوجية ومنع كل ولوجية إلى الأجندة المؤسساتية. إذا بالتالي يكون هناك فشل ديال مشكل الأمهات العازبات في التحول إلى مشكل عمومي، وحتى إذا ما تحول إلى مشكل عمومي كما هو الحال الآن كما نقول، حتى إذا ما تحول إلى مشكل عمومي فإنه يبقى حبيسا المرحلة هذه، أنه مشكل عمومي، تبقى له صفة مشكل عمومي في حدود كما سنرى. إذن بالتالي فهو غير قادر على التحول من مشكل عمومي إلى مشكل قادر على الولوجية إلى الأجندة المؤسساتية. إذن بالتالي فمن حيث المبدأ هذه القوة التعبوية المضادة أفشلت محاولة
القوة التعبوية الدافعة في تحقيق الولوجية ديال مشكل الأمهات العازبات إلى كمشكل عمومي إلى الأجندة المؤسساتية. إذا بالتالي قد تنجح هذه القوة الدافعة في إيصال المشكل إلى مشكل إلى طور مشكل عمومي، إذا يولي انقسام ديال الرأي العام، ولكن لا تنجح إلى ضمان ولوجيته إلى الأجندة المؤسساتية، وسنرى لماذا. هذا هو السؤال الرئيسي في تحليل السياسة العمومية. إذا بالتالي في هذه الحدود ماذا يجري؟ قد يبقى أو عفوا قد يبدأ يعني كذلك الفعل التعبوي والفعل التعبوي المضاد في التفاعل من جديد، بحيث قد يبقى المشكل ديال الأمهات العازبات محتفظا لمدة زمنية طويلة بصفة مشكل عمومي، وهذا يدل على أن موازين القوى تكون متوازنة بين القوة التعبوية الدافعة والقوة التعبوية المضادة، بحيث توازن موازين القوى والناتج عن توازن الموارد لي غوسوغس. كاين واحد لابخوش تيتسمى لابخوش غوسوغسيال، يعني قد أسميه أو ترجمة إن لم تكن ترجمة حرفية، ولكن المقصود بها هو مقترب تعبئة الموارد، هو الموبيليزاسيون دي ريسورس، ولكن عادة يسمى بحب تيرن كلوفل وبعض الكتاب الآخرين يسمونه بلابخوش أبخوش بروسورسيال، يعني دلالة على أن هناك تعبئة وتعبئة مضادة للموارد من طرف الفاعلين السوسيو سياسي في إطار واحد العلاقة كونفليكتيال، واحد العلاقة تفاعلية صراعية انتراكسيونيل كونفليكتيال فيما بينهم. الآن وصلنا للمشكل العمومي، ولكن قد يبقى مشكل عمومي. هل سيبقى إلى أبد الآبدين عقد من الزمن؟ لا، لأنه قد يبقى محتفظا بصفة مشكل عمومي حتى ولم تتحقق ولوجته إلى الأجندة المؤسساتية، يبقى مشكل عمومي، بمعنى يبقى هناك انقسام للرأي العام الوطني مع الولوجية ديال المشكل الأمة العاجبة إلى الأجندة المؤسساتية، وضد ولوجية المشكل ديال الأمة العاجبة إلى الأجندة المؤسساتية. يبقى هناك توازن في الموارد، في تعبئة الموارد، وبالتالي يبقى توازن في موازين القوى، وبالتالي يبقى المشكل عموميا، وتبقى حلبة الصراع العمومي حول مشكل الأمة العاجبة قائمة مثلا. ولكن هذا فيه كلفة سياسية مضاعفة لمجموع الفاعلين السوسيو سياسيين، لأن الفاعل السوسيو سياسي رأى له حلبات صراع أخرى، إذا بالتالي مفتوحة، خصوصا مثلا الفاعل الحزبي يصعب عليه أن ينخرط في واحد المدة زمنية كبيرة جدا في حلبة الصراع العمومي كمساند لواحد المطلب أو كمعارض لهذا المطلب. القوة المدنية، القوة الحقوقية الجمعوية تكون لها نفس أكبر، لأن عادة يكون هناك تخصص أو تكون هناك واحد الكوز، واحد القضية محددة، إذا بالتالي تكون هناك نفس أكبر، تكون موارد أكبر، ولكن في نفس الوقت تحتاج إلى دعم ديال الفاعل الآخر، لأن تيكون المسألة هنا ديال التحالفات مهم جدا في إطار تعبئة الموارد. إذا بالتالي يقدر يكون في واحد اللحظة تحس براسها إيبويزي، يعني مفتقدة لهذه الموارد التي تضمن لها الاستمرارية في نفس القوة التعبوية بنفس المستوى وبنفس الحماس. عامل الوقت مهم جدا. اوكي، اذا بالتالي فهذه المساله التقن المؤسساتي يلعب دوره كذلك. اذا بالتالي فهناك محادثه كبيره جدا تتحكم في هل المشكل يبقى محتفظا بصفه مشكل عمومي. ولكن ما يهمني الان هو انه قد يبقى واحد المده، بعد ذلك قد تسعف، لاحظوا، موازين القوى وبالتالي الموارد، قد تسعف القوة التعبوية الدافعة في أن تدفع به نحو الأجندة المؤسساتية. هذا شكل، ونرجع للسيناريو الأول، ولكن قد يحدث العكس، بحيث أنه قد تتقهقر القوة التعبوية للقوة التعبوية الدافعة، وبالتالي ماذا يجري هنا الآن؟ ماذا يجري في هذه الحالة هذه؟ أنه يفقد المشكل العمومي صفة عمومي، ويرجع إلى مستواه ما قبل، ألا وهو صفة مشكل مجتمعي، بحيث يفقد صفة العمومية،
تقول لي كيف؟ بحيث لا يصبح هناك انقسام ديال الرأي العام الوطني، يرجع الرأي العام الوطني كأنه ينسى هذا المشكل، ينساه، لأنه خاص كل مرة تذكر هذا الرأي العام الوطني، لأن الرأي العام الوطني عنده اشتغالات أخرى، قد تظهر اشتغالات أخرى لهذا الرأي العام الوطني. إذا بالتالي الرأي العام الوطني هو رأي عام يتشكل في لحظة زمنية محددة حول قضية معينة، فيقول أنا مع أو أنا ضد. إذا في هذه الحالة هذه والحالة هذه قد يحدث أن الرأي العام ما يبقاش عند واحد، لا يبقى لديه نفس الاهتمام ونفس، وبالتالي هنا لا نصيب حامل من قسم الرأي العام. نرجع إلى نقطة ما قبل. إذا بالتالي في الحالة يفقد المشكل ديال الأمهات العازبات، يفقد صفة عمومي ورجع فقط إلى صفته الأولى، ألا وهي صفة مشكل مجتمعي. كاين سيناريو آخر، إذا قلنا السيناريو الأول هو تحقيق الولوجية، السيناريو الثاني هو البقاء في إطار هذه المرحلة أو في هذه اللحظة ديال صفة عمومي، مشكل عمومي. ولكن قد يحدث و يعني لا يكون هناك يعني تحقيق الولوجية، بحيث يكون صد يعني منع تحقيق الولوجية. إذا بالتالي هنا السيناريوهات تختلف. كيف نقرأ السيناريوهات؟ هناك العديد من المقتربات، ولكن أبرز ما أستدعيه دائما في تحليلي لهذه الوضعية ديال المغرب بالتحديد هو ما يسمى بمقترب الميمات الثلاث. مقترب الميمات الثلاث هو يسمى بالفرنسية لي تخوازي، لي تخوا اي لي تخوازي، والمقصود بها اي الأولى هي انستيتيسيون، واي الثانية هي انتيغي، واي الثالثة هي ايدي. فحاولت أن أترجمه ترجمة تنطلق باللغة العربية، ترجمته وأعتز بذلك، ترجمته إلى نموذج الميمات الثلاث، في دلالة إلى أن الميم الأولى هي دالة على المصالح انتيغي، والميم الثانية دالة على المؤسسات انستيتيسيون، في حين أن ايدي حاولت أن أترجمها، هنا ليس ترجمة حرفية ولكن أن أترجمها بالمرجعيات الفكرية القيمية، المرجعيات الفكرية القيمية. وهذا استدعيت هنا مفهوم الريفيرونسيال عند بيير ميلر، او مفهوم ديال السيستم دو كرويونس عند بيتر هول. اذا هادو مفكرين اللي اشتغلوا على هذا ما يسمى بالمرجعيات الفكريه القيميه. اذا بالتالي فهذا النموذج كيتسمى نموذج الميمات الثلاث. ما معناه؟ معنى ان هناك محددات ثلاث مهمه جدا في مجال السياسه العموميه، هو الثقل المؤسساتي متحكم بشكل قوي جدا في الصيرورة البنائية للمشكل العمومي، ومتحكم في كل دورة حياة السياسة العمومية، التقل المؤسساتي، القوانين الموجودة، الممارسات الموجودة إلى آخره، فهذا تقل مؤسساتي. إذا إرث مؤسساتي، لا يمكن أن بجرة قلم أن أرمي به إلى الهامش، لا، هذا موجود وبالتالي يشكل تقلا يتحيى أن نأخذ بعين الاعتبار كفاعلين سوسيو سياسيين وكأصحاب قرار. ثم هناك مسألة أخرى هي المصالح، ليزانتيغي، المصالح محدد جوهري في مجال السياسة العمومية، متحكم أيضا كذلك في الصيرورة البنائية وفي الولوج إلى الأجندة المؤسسية، ومتحكم بشكل أكبر في دورة حياة السياسة العمومية من ألفها إلى يائها. ثم هناك عنصر ثالث هو، وهذا مهم جدا خصوصا في السياق المغربي، هو المرجعيات الفكرية القيمية، بحيث قد يكون المشكل معين له كل المواصفات المادية والموضوعية، ويتعين أن تتدخل سلطة عمومية لتسويته لما له من آثار مجتمعية قوية، وقد يكون واقع الحال المادي يعني المعيش المجتمعي، يعني الواقع المعيش مجتمعيا يقول يتعين تدخل، هناك شي حاجة ديرجونس يعني استعجالية التدخل، ولكن رغم ذلك لا يكون هناك تدخل. لماذا؟ لأن يكون هناك مرجعية فكرية قيمية تمنع التدخل. هناك مجتمع له منظومة قيمية رافض للتدخل. معناه التدخل في هذه اللحظة لا يناسب هذه المرجعية الفكرية القيمية. قد يكون التدخل بهذا الشكل ضدا على ما يفرضه مثلا
يعني نظر عقلي مثلا او بناء استراتيجي لواحد السياسه. لماذا؟ لان المرجعيه الفكريه القيميه تقول بذلك. وهنا لا اريد ان استحضر العديد من الامثله حتى ابقى يعني في اطار موضوع الامهات العازلات. اذا بالتالي فلاحظوا هذا سيناريو اخر. اذا بالتالي لاحظوا فالسيناريوهات تتعدد وتحليلها ليس بالبسيط. ولكن انا الان اعطيكم رؤوس اقلام، لان ما يهمني هو انه المتلقي الكريم المستمع الكريم هو انه اشترك معه الان في واحد القناعه. موضوع السياسه العموميه ليست موضوع نظره رجل الشارع العادي. الان ينبغي ان نفهم السياسه العموميه في رهاناتها، لانه الان اتحدث على موضوع الامهات العازبات واستحضر هذا النماذج التحليلية، لأن هي التي هي بمثابة النظارة التي ينبغي أن أضعها على عيني حتى أصحح الرؤية، لأن الواقع لا يعطيني مقترب صورة واضح عن الواقع عن عن عما نراه هكذا، بل يتعين أن نحلل يعني الرهانات القابعة وراء كل خطاب وراء كل استراتيجية فعل، وبالتالي أن نحدد يعني أو نحلل هذه المحددات المتحكمة في القرار. لماذا هذا القرار بهذا الشكل؟ ليس بهذا الشكل، لماذا في هذه اللحظة وليس بهذه اللحظة؟ إذا هذا هو الذي استدعيت من أجله موضوع الأمة العازبات كنموذج تحليلي. أنا أقولها أكررها، موضوع الأمة العازبات ليس هو موضوع استدعيه الآن من أجل الحديث عن الأمة العازبات، ولكن لا فقط كنموذج تحليلي حتى نقف على واقع السياسة العمومية في المغرب. هذا هو المبتغى الأساسي. إذا بالتالي من حيث المبدا الان وصلنا الى مشكل يعني العمومي، يعني الامه العزيزه كمشكل عمومي. اذا بالتالي في هذه اللحظه هذه لو تحققت يعني قوه الدفع بهذا الشكل هذا، وولج المشكل الى الاجنده المؤسساتيه، قد يتحول مشكل عمومي الى مشكل متحمل به. هذا هو اللحظه يعني الاخيره في صيرورة الولوجية إلى الأجندة المؤسساتية، هو أن يتحول المشكل من مشكل عمومي إلى مشكل متحمل به، يعني يضمن الولوجية إلى الأجندة المؤسساتية بحيث تقوم إما سلطة حكومية أو سلطة برلمانية أو أي مؤسسة مختصة بذلك قانونا، تقول بالفعل أتحمل بهذا المشكل وبالفعل تباشر فعل تدخل يعني لتسوية هذا المشكل مثلا. في هذه اللحظة هذه نقول بأنه تحققت الولوجية إلى الأجندة المؤسساتي، وليس هو ولكن هذا ليس هو واقع الحال الان بالنسبه لمشكل الامهات العازبات، لان حتى الساعه من حيث المبدا هو مشكل غير متحمل به من لدن الاجنده المؤسساتيه. سيقول البعض اذا ليست هناك سياسه عموميه بشان الامهات العازبات. لا، انا لم اقل ذلك، لان ماذا السياسه العموميه؟ السياسه العموميه قد تكون فعل تدخل ايجابي بحيث تمارس السلطة العمومية فعل تدخل إيجابي، فعل تدخل هكذا يعني ملموس. إذا نقول في الحالة هذه بأن ذات واحد الانترفونسيون بيبليك، ذات واحد تدخل عمومي من أجل تسوية المشكل كمشكل عمومي. إذا هنا واضح أن السياسة العمومية واضحة جات بشكل إيجابي، ولكن سكوت مؤسسات الدولة عن مشكل أمة العازبات هو في حد ذاته سياسة عمومية. إذا في الحالة هذه نتحدث عن سياسة عمومية سلبية، لأن السياسة العمومية هي أكسيون ولا إن أكسيون، هي فعل أو امتناع الفعل. حتى امتناع الفعل في هذه الحالة يعتبر سياسة عمومية. إذا بالتالي فمن حيث المبدأ هذه اللحظة هذه ليس معناه غياب سياسة عمومية بشأن أمة العازبات. هذه النقطة ينبغي أن نتفق عليها في إطار منظور تحليل السياسة العمومية. والأكثر من ذلك، قد تكون هناك يعني ديزاكسيون، يعني فعل أو أنشطة، أفعال أو أنشطة تقوم بها السلطات العمومية في مجالات معينة، في مجال في إطار قطاع الصحة أو في قطاع التعليم أو في إطار القطاع مثلا المشهد السمعي البصري أو في و بشكل انديريكت، بشكل غير مباشر يمس واقع الامهات العازبات. ففي هذه الحالات كذلك هناك يعني ليس سياسه عموميه بشكل واضح، ولكن هناك
سياسات أخرى قطاعية تصب يعني في إطار التفاعل مع واقع الأمهات العازلات. قد يكون ذلك، ولكن ما أريده الآن هو أنه سياسة عمومية هكذا موجهة تحديدا للأمهات العازلات معلن عنها هكذا غير موجودة. لماذا؟ لأنه لحد الساعة ليس هناك فعل أو ليس هناك تعبير عن تحمل أو بريزون شارج، تحمل فعلي من طرف الأجندة المؤسسية بذلك، من طرف أي سلطة مؤسساتية. هذا واقع أول. كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟ قد يتحقق ذلك. يتحقق ذلك كما قلنا إذا ما استطاعت هذه القوة الدافعة أن تفرض تصورها. فنقول في الحالة هذه بأنه البروسيس دوميني. إذا بالتالي فهنا تنسموا أن هذه الصيرورة هي صيرورة بدأت صراعية وانتهت صراعية، بحيث أن القوة التعبوية الدافعة استطاعت أن تفرض تصورها على باقي القوى الأخرى المعارضة، يعني المعارضة للولوجية. هذا شكل. ولكن قد يحدث و يعني يكون هذه الصيرورة تبدأ صراعية ولكن تنتهي يعني كونسونسيال توافقية. كيف ذلك؟ بحيث في لحظة من اللحظات قد تتوصل القوة التعبوية الدافعة والقوة التعبوية المضادة إلى نوع من التوافق، واحد الكونسونسيس، بحيث تصبح في هذه الحالة هذه ليدونتيفيكاسيون ديال المشكل، تحديد المشكل، ويعني تحديد هوية المشكل، معالمه، محدداته، ثم تحديد ما يسمى بالليبوتيس كوزال، فرضية السببية، ثم تحديد ما يسمى بالليبوتيس دانترفونسيون، فرضية التدخل. كل هذا يصبح محددا ليس بشكل أحادي، يصبح محدد في إطار واحد توافق كونسنسوس بين القوة التعبوية الرافضة سلفا والقوة التعبوية الدافعة والمناصرة يعني في الأول. إذا بالتالي تصبح هناك التقائية يعني توافق فيما بينهم. هذا سيناريو آخر. إذا بالتالي ففي الأخير نصبح أمام مشكل بدأ كمشكل فردي، انتقل إلى امتلاك صفة مشكل جماعي بتحقق ما يسمى بالوعي الجمعي، ثم يتحول إلى مشكل مجتمعي مع انتزاع الاعتراف الاجتماعي بذلك، ثم يتحول إلى مشكل عمومي في اللحظة التي تتشكل حلبة صراع عمومي، ثم ينتقي إلى تحقيق الولوجية إلى الأجندة المؤسساتية في اللحظة التي تتدخل فيها السلطة العمومية المختصة، فتقول بالفعل بأن هناك مشكل عمومي اسمه مشكل أمة العازبات أنا أتحمل به، وهذه هي مقاربتي للموضوع. قد تكون في إطار مقاربة صراعية، وقد تكون في إطار مقاربة يعني كونسونسيال توافقية. هذا فيما يتعلق بتحليل، لاحظوا، الصيرورة البنائية للمشكل كصيرورة في إطار صيرورات فرعية. هذا مستوى أول. الآن بعد أن أوضحت هذا الجانب التحليلي، ماذا عن واقع الحال اليوم؟ إذن ماذا عن واقع الحال اليوم؟ هنا استسمحكم لأنهم بالضروري أن أرجع إلى بعض الإحصائيات حتى لا يبقى الموضوع موضوعا هكذا مجردا. فيما يتعلق بالأمهات العازبات بالمغرب، وحتى لا أعطيه حكم قيمة، حتى لا أعطيه حكم قيمة، أن لن أقول بأنه هو ظاهرة سلبية ولا أقول العكس، ولكن أقول بأنه وبدون إصدار حكم قيمة بأنه بالفعل مشكل له تداعياته المجتمعية السلبية، مشكل له تداعياته المجتمعية السلبية، والدال على ذلك هو لغة الأرقام. إذن هذا لا، أنا لا أصدر حكم قيمة وأنزه نفسي أن أصدر حكم قيمة، لأني كأكاديمي حتى ولو امتلكت قناعات
خاصة بي، فإنه من واجبي الأكاديمي أن أتحدث الآن بلغة أكاديمية، بحيث أنه لا يمكن أن تكون مغلفة بأحكام قيمة، وهذا ما أرجوه. إذا بالتالي فعندما أتحدث عن مشكل أمهات العازلات اليوم بالمغرب، أقول بأنه هو مشكل، بالفعل مشكل له تداعياته المجتمعية السلبية. لماذا أقول له تداعياته المجتمعية السلبية وله كلفة مجتمعية؟ له كلفة مجتمعية. نحن نعرف أن المغرب ليس من الدول المتقدمة، إذا بالتالي فلدينا أصلا ندرة في الموارد، ومباشرة فعل التدخل العمومي في كل المشاكل مسألة مستحيلة، ومباشرة فعل التدخل العمومي بالنسبة لكل المشاكل المجتمعية مسألة لها آثارها كذلك. إذا بالتالي فلدينا ندرة على مستوى الموارد، ولكن في نفس الوقت الدولة في إطار التزاماتها الحقوقية لها التزامات حقوقية، سواء بنص الدستور أو بمقتضى المرجعية الحقوقية الدولية، وهي المعبرة عادة في التزامات ثلاث: التزام بالاحترام، والتزام بالحماية، والتزام بالإنفاذ، بحيث أنها ملزمة في إطار هذا المستويات الثلاث. هذا موضوع في النقاش ربما سيطال إن شاء الله. ما يهمني الآن هو أنه الآن ليس هناك سياسة عمومية مباشرة في الموضوع، والدولة لها التزامات كما قلت، ولكن في نفس الوقت هناك كلفة، وهناك كذلك كلفة مجتمعية. لماذا كلفة مجتمعية؟ لأنه لاحظوا هناك لدينا مشكل أطفال متخلى عنهم، أطفال شوارع، لدينا مشكل كما قلنا الأطفال متخلى عنهم، ولكن لدينا مشكل كذلك هو مشكل يعني اختلاط أنساب. إذا ما نظرنا للمسألة من منظور ديني، البعض قد يذهب أكثر من ذلك، يعني أنا لا أتحدث الآن، ولكن المجتمع يتحدث، قد يقول بأنه لدينا مشكل انحلال منظومة قيمية دون تقديم بديل. إذا بالتالي كأننا في لحظة ديال الانسلاخ الهوياتي والاغتراب الهوياتي دون أن نقدم بديلا، إذا تولي عندنا أزمة انتماء. إذا بالتالي يعني هناك مشكل. إذا أول شيء هو ما طبيعة المشكل على مستوى الواقع؟ المؤشرات الدالة على أن هناك مشكل، وهنا أستدعي لغة الأرقام، هو أنه بعد النقطة الأولى التي نتفق عليها، هو أن لحد الساعة نحن كباحثين لا نتوفر على إحصائيات رسمية بخصوص الأمهات العازلات، وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن يعني أن نستحضرها. لذا بالتالي كمجتمع بحثي نجد بأننا يعني نقف عاجزين لتحليل ما ينبغي تحليله. لماذا؟ لأنه ليس لدينا إحصائيات رسمية معلنة، علما أنه العديد من القطاعات لديها هذه الإحصائيات. قد لا تكون إحصائيات يعني الشغل عليها، ولكن مثلا وزارة الصحة وفي إطار المديريات الجهوية، يعني في إطار على المستوى الجهوي، تمتلك هذه الإحصائيات، لكن هناك سجلات بحيث أن كل امرأة يعني ولدت مولودا إلا ويشار هل هذا المولود يعني له أب أم أنه مجهول الأب. إذا مثلا مسألة ديال مجهول الأب يعني تجدها في هذا السجل، يعني بالتالي فالمعطى الإحصائي موجود بواحد النسبة كبيرة جدا، لأنه الملاحظ من 2002 الآن نسبة النساء اللواتي يلدن خارج هذه المؤسسات الصحية أخذ في التراجع، وبالتالي فالنسبة الأكبر
من النساء اللواتي يلدن، الأمهات العازبات عفوا، الأمهات العازبات اللواتي يلدن في المستشفيات يعني أو في المؤسسات الخصوصية، هما يعني نسبة يعني مرتفعة، وبالتالي فالمعطى الإحصائي موجود. إذن ولكن يعني هكذا، يعني هل تم الاشتغال عليه؟ هل تم إخراجه؟ لا، الآن غير متوفر لدى الباحث، بل أكثر من ذلك هناك صعوبة في الوصول إليه، لأن الأمر يتطلب ترخيص، ومن اشتغل على الموضوع سابقا يجد هذه الصعوبات. المعطى الإحصائي الذي أشتغل عليه الآن هو المعطى الإحصائي المتوفر لدي، هو المعطى الإحصائي الذي أخذته من دراسات ميدانية أنجزت من طرف يعني جمعيات المجتمع المدني، وتحديدا الجمعيات التي اشتغلت على الموضوع. هناك دراسة كانت في 2002، كانت على ولاية الدار البيضاء الكبرى، وهي فيها معطيات إحصائية مهمة جدا، وهناك معطيات إحصائية أخرى تم الاشتغال عليها من طرف باحثين فرادى، يعني قد تتناول الأمهات العازبات بشكل مباشر أو مواد أخرى، ولكن أعطتنا معطى إحصائي بخصوص الأمهات العازبات. ولكن الدراسة تبقى الدراسة الأبرز التي اعتمدتها هي دراسة قامت بها جمعية إنصاف، وهي دراسة باللغة الفرنسية، اسمها لو ماروك دي ماغ سيلباتير، مغرب الأمهات العازبات، وهو دراسة بالفرنسية. وهنا استسمحكم أن أعبر لكم عن امتعاضي، استسمح، وقد يتفق معي البعض وقد لا يتفق، هو أنني أتساءل لماذا كل الدراسات التي عثرت عليها هي دراسات باللغة الفرنسية حول الموضوع، كل الدراسات تقريبا دراسات باللغة الفرنسية، وبالتالي أطرح السؤال لمن أتوجه بالخطاب؟ إذا كان الواقع هو واقع مغربي، وإذا كان واقع مشكل أمة العازبات هو واقع مغربي، فلما تنجز دراسات باللغة الفرنسية؟ وحتى إذا ما أنجز باللغة الفرنسية فلما لا تترجم إلى اللغة العربية؟ أو تكون على الأقل هناك ملخصات لها لهذه الدراسات باللغة العربية؟ إذا كان الأمر هو سونسيبيليزاسيون، هو التحسيس للرأي العام، هو ديفوالي لا رياليتي، يعني كشف الحقائق وإماطة يعني الستار عن هذا الواقع، فلما يعني التركيز على اللغة الفرنسية؟ هو ليس عيبا، كلنا نقرأ باللغة الفرنسية، والمادة العلمية الأكبر باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية، إذا هذا معطى لا بد بالنسبة للباحث. ولكن عندما أتوجه إلى الرأي العام الوطني فينبغي أن أتوجه إليه بلغة رسمية عربية أو أمازيغية. إذا بالتالي كأن اللغة الرسمية المفروضة هي اللغة يعني الفرنسية. ولما يزداد امتعاضي هو أن هناك مؤسسات هي التي ينبغي أن تعطينا المعطى الإحصائي، كذلك تقاريرها باللغة الفرنسية. وإن كان هناك متغير هذه الأيام، هذه السنوات الأربع الأخيرة، هناك متغير ملموس، العديد من المؤسسات كانت تقوم بتقارير باللغة الفرنسية أصبحت تقوم بتقارير باللغة الفرنسية واللغة العربية. ولكن مثلا عندما نأخذ مثلا لا سي بي، المندوبية السامية للتخطيط، غالبية تقاريرها، وقد أكون مخطئا، غالبية تقاريرها الإحصائية هي باللغة الفرنسية. إذا بالتالي لاحظوا، فهذا شيء يعني يطرح أكبر من علامة استفهام. إذا بالتالي فأرجع معكم إلى المعطى الإحصائي، وأقول لكم بأن هذه الدراسة الأخيرة ديال لماغ أو لو مارو دي مار سيليباتير، المغرب الأمهات العازبات، كذلك بالفرنسية، وهي دراسة مهمة جدا، قد أتحفظ على العديد من أحكام القيم الواردة فيها، مثل دراسة 2002، ومثل بعض الدراسات الأخرى التي اطلعت عليها، ولكن بالمقابل تمدني بمعطى إحصائي. إذا بالتالي المعطى الإحصائي ها هو المنهجية التي اشتغل عليها على المستوى الإحصائي، على مستوى منهجية الاشتغال، وتحديدا في الكوليك دو دوني، ويعني تجميع المعطيات إلى آخره، كانت منهجية أقول من حيث مبدأ أن منهجية علمية، ولكن تحليل يعني المعطى هذا مسألة قد نختلف بشأنها. أما
يعني صياغة المطالب والتوصيات هذا أمر آخر، مستوى آخر، لن أتفاعل معه، لأنني أنا الآن لست بصدد تقديم يعني تقييم قيمي لهذه التوصيات. إذا فيما يتعلق بواقع الأمهات العازبات، هذه الدراسات يعني إذا ما قارنت هذه الدراسات وتحديدا منذ 2002 إلى 2009، حتى 2009 الدراسات كانت دارت في 2010، ولكن المعطى الإحصائي اللي متوفر فيها هو حتى 2009. ماذا أجد؟ وحتى أضعكم في الصورة، على طول هاد يعني مثلا في 2009 كانت لدينا تقريبا وفق هذه المعطيات الإحصائية المتحصل عليها خصوصا من هذه الدراسة ديال الإنصاف، جمعية الإنصاف، كانت لدينا تقريبا 27199 أم عازبة. إذن 27199 أم عازبة، هذا المعطى الإحصائي الذي عندي في الحاسوب، هذاك الشيء استسمحوا في قراءته. إذن 27199 أم عازبة. هذا فيما يتعلق ب 2009، ولكن خدنا مثلا إلى وضعنا الدراسة ديال 2002 جانبا ومشينا لهذه الدراسة هذه اللي امتدت من 2003 حتى 2009، يعني خدنا فيها المعطيات، عفوا هي كانت في 2010 ولكن خدنا فيها المعطيات من 2003 حتى 2009، كانت تقريبا لدينا 210343 أم عازبة. إذن أكثر من 210,000 أم عازبة، يعني من 2003 حتى 2009. يعني إلا مشينا بمفهوم ما يسمى بالأسرة الأحادية، يعني الفامي ولا الميناج مونو بارونتو ولا الفامي مونو بارونتال ولا ميناج يعني المونو بارونتو يعني الأحادي، قد نجد ماذا؟ نجد بأنه هذه النسبة ديال 210,000 تشكل لنا 29% من مجموع الأسر المونوبارونتال على المستوى الوطني. إذا لا كانت الأسر المونوبارونتال على المستوى الوطني ها هي واحد الكتلة تتساوي بالمعطى الإحصائي 100%، ف 29% منها بهذا المفهوم هذا غادي نعتبرها أمهات عازبات، علما أنه هي غير معترف لها بمفهوم فامي، قلنا ميناج، لأن كاين فرق بين الأسرة بالمفهوم القانوني والأسرة بالمفهوم الإحصائي. إذا الأم العازبة ما عندهاش الحق في الأسرة بالمفهوم القانوني، لأن الأسرة وفقا للفصل 32 من الدستور هي تتقوم على أساس الزواج الشرعي. إذا الأم العازبة ما عندهاش هذا الحق، ولكن عندما نتحدث على الأسرة نتحدث هنا الأسرة بالمفهوم الإحصائي. إذا هذا جانب أول. إذا هذا المعطى الأول. إذا بالتالي فهذا أنا لا أصدر حكم حول العدد، ولكن لاحظوا هاد 210,000، وهذا هو اللي بغيت نأكد عليه، إلا ربطنا 210,000 من 2003 حتى 2009 تتعطينا، لأن ما معنى أم عازبة؟ معنى أم بطفل أو بطفلين أو بثلاث وكل أكثر. يعني هذا المعطى الإحصائي تعطينا كذلك 210,000 أم عازبة، ستعطينا ما يقرب 500,000 طفل، 500,000 طفل لأم عازبة، دائما وفق هذه المعطيات الإحصائية اللي متوفرة والتي ليست بمعطيات إحصائية رسمية، وآمل أن تتدخل كل جهة رسمية لصحيح هذه الأرقام. إذا كانت أرقام صحيحة فمرحبا، وهذا هو الراجح على اعتبار أنه دراسة أجريت وفق منهجية محددة. أنا لا أدافع عن الدراسة، ولكن أقول هذا معطى إحصائي ونشر منذ 2010. إذا من 2010 إلى 2020، يعني تقريبا الآن إحنا في أكثر من 10 سنوات، إذا بالتالي فلم يصدر أي رد فعل رسمي. إذا بالتالي ف 500,000 طفل، نحن أمام 500,000 طفل ديال الأم عازبة.
يعني طفل مولود خارج إطار الزواج الشرعي. أين تكمن العمر ديالهم الإشارة؟ العمر ديالهم أقل من 7 سنوات، إذا من ميلاده من شهر حتى 7 سنوات، هذا أقل من 7 سنوات، هذا هو العمر. فأين تكمن أهمية المسألة دي؟ إذا كان عندنا الولادات ديالنا في هذا البريود هي تقريبا 1,600,000، وكانت هنايا 500,000، فشحال تتشكل هاد النسبة هذه؟ تتشكل 11%، يعني 11% من المواليد، معنى أنهم أصلا بين 2003 و2009 هم مواليد لأمهات عازبات. إذا بالتالي هذا معطى إحصائي مهم جدا، وعندما أقول مهم جدا ليس معنى سلبا أو إيجابا، لا، أقول مهم جدا في للوقوف على حجم، وأضع بين المزيد الظاهرة. وقلت أنا في الأول أنا لا أستعمل مفهوم الظاهرة الاجتماعية لتوصيف مشكل الأمهات العازبات، أنا أتحفظ على مفهوم الظاهرة الاجتماعية خصوصا بالخاصيات، يعني اللي كاركتريستيك الخواص التي أعطاها له إيميل دوركاين. إذا بالتالي فهذا معطى أول. حتى أعطيكم مقترب صورة إضافي على هذا الجانب، هذا هو أنه يعني المعدل اليومي للولادات اليومية وفق هذه الدراسات للأطفال خارج إطار الزواج يصل إلى 196 طفل يوميا، 196 طفل يوميا. إذا درنا عملية حسابية من 2010 حتى 2020 بهذا المعدل فقط ديال 196، علما انه سيكون اكبر، لان البوبيلاسيون يعني ديال هذاك الجروب سيب غادي تكبر. راه الان كانت في 210 الف، اما ما بعد 2010 هي اكبر، راه في حدود 2009 كانت 210 الف. فاحنا الا مشينا غير بالمعطى ديال هاد 196 طفل مولود يوميا، 196 طفل مولود يوميا، وانا امل ان وزاره الصحه تدخل لتأكيد كم يولد من طفل لأم عازبة يوميا، سينو يعني وإلا فمعنى أن هذا المعطى ديال 196 اللي كاين في تقارير وكاين في دراسات معنى أنه معطى صحيح. إذا 196 طفل يولد يوميا خارج الزواج الشرعي، إلا درنا معطى إحصائيا، وأستسمح لأنني لست بأهل الاختصاص، ولكن هكذا عملية أستسمح إذا كان فيها مغالطة، وأستسمح الإحصائيين الناس ديال الستاتيستيك استسمعهم اذا كانت مغالطه. فالى قلنا بعمليه معنا حنا تنمشيو في اطار 70,000، 71,000 طفل سنويا، معنا في 11 سنه غتكون عندنا 780,000 طفل مولودين في اطار زواج غير شرعي. يعني في هذا البريود من 2010 الى ضفناها ال 500,000 اللي كانت قبل، فستشوفوا حجم، كأننا أصبحنا، أستسمح بهذه العبارة، أصبحنا أمام مجتمع يعيش إلى جانب المجتمع، كأن أطفال زواج شرعي وأطفال زواج غير شرعي. ونتساءل في الأخير كيف لنا أن نعالج مشكل الأطفال المتخلى عنهم، كيف نعالج مشكل أطفال الشوارع، كيف نعالج مشكل اكتضاد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالأطفال المتخلى عنهم وأطفال هذا، كيف نعالج مشكل الاضطرابات النفسية وفي إطار يعني هذا ما يسمى بالرعاية المؤسساتية، والتي أصبحت متجاوزة. الإشارة في الرعاية المؤسساتية أصبحت متجاوزة الآن دوليا، هناك ما يسمى بالرعاية البديلة، هناك ما يسمى بليلي ديريكتريس، يعني المبادئ ديال الرعاية البديلة اللي وضعتها يعني الأمم المتحدة. إذا بالتالي والتي لا أقول بأنها لا تتعارض، إذا قريناها جيدا لا تتعارض ومنظومتنا القيمية ومرجعيتنا الإسلامية كما هي منصوص عليها دستوريا. هذا في إطار قراءتي الشخصية، وقد يأتي إن شاء الله في حلقات فكر أخرى إلى توضيح ذلك في إطار مقاربة حقوقية للموضوع. إذا بالتالي فلاحظوا، فهذه معطيات حول الموضوع تدل على أن بالفعل نحن أمام مشكل من ناحية إحصائية، وكما قل له كلفته المجتمعية وله تداعيته السلبية
على النسيج المجتمعي، على الهوية المجتمعية، على المنظومة القيمية المجتمعية، على العلاقات الاجتماعية إلى آخره، له تداعياته. وهذا ليس حكم قيمة، ولكن هذا واقع حال يتحدث. الأكثر من ذلك أنه أكثر، وهذا هو المعطى الذي يقلق، أنه ليس الأمة العازبة ليس لها طفل واحد. نسبة من الأمهات العازبات لهم أكثر من طفل. وفق هذه الإحصائيات غير في حدود 2009 35% من هذه الأمهات العازبات، يعني 210 ألف، إذا خدنا منها 35 ألف 35% من هذه 210 ألف لها أكثر من يعني إما طفلين إما ثلاثة إما أربعة. وعندما كنت أشتغل على الموضوع هنا في جهة سوس فوجئت بأنه هناك أمهات عازبات لهن ثلاث أطفال، وهناك أمهات عازبات لهن أربعة أطفال، كلهم مجهولي الأب، يعني أمهات عازبات بثلاث وأربعة أطفال. إذن بالتالي فهذا بالفعل هذا يعني لمسته واقعيا، والآن يتأكد إحصائيا. هذا جانب. هناك معطيات إحصائية أخرى حاولت أن أخذ بعض المعطيات الإحصائية ذات الدلالة، أما المعطيات الإحصائية هناك يعني معطيات إحصائية أخرى حتى لا أثقل عليكم. وهنا أقف على تشخيص أكبر للظاهرة، بحيث نطرح السؤال حول مؤشرات تفاقم المشكل. لاحظوا الآن هناك مؤشرات لتفاقم المشكل، إذن بالتالي فالأمر يستدعي فعل تدخل عمومي. أنا لا أقول يتعين على الدولة أن تتدخل بهذا الشكل أو بهذا الشكل، ولكن أقول هناك محدد دستوري وهناك محددات أخرى في إطارها سيتم فيها التدخل العمومي من أجل تسوية هذا المشكل. أما الإبقاء على هذا المشكل فمعنى أن الدولة تمارس سياسة عمومية تسمح من خلالها بميلاد مجتمع آخر إلى جانب المجتمع الموجود. كأن نقول هناك مجتمع معترف به هو مجتمع ديال الأمهات اللواتي لهن أطفال في إطار عقد زواج، في إطار زواج شرعي، وهذا المجتمع له الحق في الأسرة. ومجتمع آخر هو مجتمع ديال الأمهات العازبات بأطفالهن الذي لا يشكل ألف أو ألفين، ولكن لاحظوا كأن المجتمع يتأسس إلى جانب أم باغالال، إلى بموازاة مجتمع يعني الأم. وهذا خطر على اللحمة المجتمعية، خصوصا عندما نتحدث حتى بالمرجعية الإسلامية، هذا هو الأساس، عندما نتحدث بالمرجعية الإسلامية ومنطلق قيمي، يعني منطلق يعني منظومتنا القيمية، نقول هل نرضى نحن كمجتمع ذو مرجعية إسلامية ذو منظومة قيمية إسلامية أن يكون هناك استفحال لاختلاط الأنساب، استفحال لاختلاط الأنساب؟ إذن بالتالي فهذا معطى. إذن بالتالي فعندما أخذ في تحليل الظاهرة يطرح السؤال كيف السبيل للخروج من هذا المعضلة. وقد قد يتفق معي الكثيرون حول هذا التوصيف، لأن الأرقام تقول ذلك. من خلال الأرقام سنصل إلى واحد التوصيف المهم. مثلا من هي هذه الأم العازبة؟ أو بالأحرى أستسمحكم في القول عندما أطرح السؤال لكل أم عازبة الآن، كان هناك مشروع أم عازبة بالأمس، إذن الأم العازبة اليوم هي وليدة مشروع أم عازبة بالأمس، إذن بالتالي هناك سياق كونتكست، سياق اقتصادي، سياق سياسي، سياق ثقافي، سياق اجتماعي، هو الذي أنتج لنا هذه الأم العازبة.
وبالتالي لمعالجة هذا المشكل يتعين معالجته في إطار دراسة تحليلية عميقة جدا لهذا السياق. وأول شيء أظن ينبغي أن ينظر إليه هو تحديد طبيعة المشكل، ليدونتيفيكاسيون ديال المشكل. لأن عندما أقرأ الآن في أدبيات خصوصا الجمعيات الحقوقية وخصوصا الجمعيات النسائية المدافعة عن الملف، وتحدث هنا مثلا على جمعية إنصاف، جمعية 100% أمهات في طنجة، إنصاف في الدار البيضاء، تضامن جمعية عائشة شنة، يعني في جمعية تضامن نسوي في الدار البيضاء، كذلك جمعية أم البنين مع الأستاذة محجوبة هنا في أكادير، وإن كانت لها مقاربتها الخاصة، يعني لها مقاربتها الخاصة التي تختلف في تقدير عن باقي الجمعيات. عندما أقرأ في هذه التقارير، في هذه الدراسات، وفي بعض المذكرات وإلى آخره، ماذا أجد؟ أجد بأن هناك اختلافا في تحديد هوية المشكل، خصوصا بين هذه الجمعيات وبين ما يمكن أن يصطلح عليه مستقبلا بالقوة التعبوية المضادة المعارضة لوليد المشكل إلى الأجندة المؤسساتية. وأجد بأن المشكل لم يعد مشكلا عاديا، بل يعني مثله من العديد من المشاكل، أبرزها مثلا مشكل الزواج القاصر، مشكل الإجهاض، وغيره من المشاكل، مشاكل يعني ترو بوليتيزي، يعني مسيسة بشكل مضاعف. وبالتالي وضع التسييس، هذا الوضع ديال التسييس يؤثر سلبا على ليدونتيفيكاسيون، على التحديد. إذن أكبر خطر يتهدد الآن السياسات العمومية في المغرب، وتحديدا السياسة العمومية الاجتماعية. عندما أتحدث عن السياسة العمومية هي فعل التدخل العمومي، لاحظ لا ما أقول السياسة العمومية الاجتماعية فقط، يعني السياسات العمومية الاجتماعية، لأن الأمر يتعلق بالسياسات العمومية الاجتماعية. هذا فعل التدخل العمومي الذي يستهدف إنهاء حالة الهشاشة يعني الاجتماعية، حالة لا عدالة الاجتماعية، حالة لا حماية الاجتماعية، هذا كله يدخل في إطار فعل تدخل يعني مجسد لهذه السياسات الاجتماعية بشكل بسيط جدا، حتى نبسط هذا المعطى. إذا بالتالي هذا فعل التدخل الذي يستهدف ذلك، والذي نسميه بالسياسات العمومية الاجتماعية، والذي يعتبر يعني جانب للأمة العازبات يعني واحدا منه، هذه السياسة العمومية في المغرب يعني لا تعيش وضعا صحيا في تقديري. وهذا هو ما سأبحثه الآن من خلال مشكل الأمهات العازلات، بحيث أول شيء هو كما قلنا أبرز نقطة في دورة حي السيرة العمومية، والتي تكتسب في إطارها السياسة العمومية جوهرها، سيبستانس، جوهر السيرة العمومية كله يبنى من خلال المرحلة الأولى، مرحلة الولوج إلى الأجندة المؤسساتية. لأن هذه المرحلة الأولى تسمى مرحلة ديال تحديد المشكل العمومي، طبيعة المشكل، هوية المشكل، معالم المشكل، كلها تتحدد في إطار هذه المرحلة الأولى. إذن عندما يكون هناك مال إيدونتيفيكاسيون، تحديد غير جيد، غير مضبوط، أو تسييس للتحديد، البوليتيزاسيون ديال الإيدونتيفيكاسيون، يعني تسييس مضاعف، وأقول دائما مضاعف، لأن التسييس ممكن، يعني لأن أصلا السياسة هي إعادة تموضع في بنية السلطة، هذا مسألة مشروعة، وإلا لا موجودة انتخابات، ولا موجودة يعني التدافعات الإيديولوجية، هذا مسألة
من السنن كما يقال الكونية، التدافع سنة كونية. ولكن ما أعيبه هو البوليتيزاسيون، يعني ولا استخيمونتاليزاسيون، يعني التوظيفية، توظيفية مشكل من أجل يعني إعادة الموضوع في يعني بنية السلطة. وسأكون قاسيا وأقول المتاجرة السياسية بالمشاكل المجتمعية، هذه مسألة يعني أظن بأن مسألة غير مقبولة في إطار هذا المنعطف التأسيسي الذي تمر منه بلادنا. نحن في إطار منعطف خطير جدا، نحن في المغرب في إطار منعطف، ومنعطف ليس هو منعطف مؤسساتي فقط، منعطف متغيرات قانونية لا، المنعطف هنا هو منعطف يعني البحث عن منظومة قيمية تحقق لنا عمق انتماء للجماعة السياسية الوطنية كلنا كمغاربة. وبالتالي فلاحظوا، فالسياسة العمومية عندما يكون تحديد ديال مثلا مشكل الأمهات العازبات مال ايدونتيفيه، يعني غير محدد ومعرف بشكل جيد، فمعناه ذلك سيؤثر سلبا على كل المراحل اللاحقة، ألا وهو مرحلة بناء السياسة العمومية على شكل مخططات وبرامج، ومرحلة تنزيل السياسة العمومية كبرامج عمل، ومرحلة تقييم السياسة العمومية خصوصا من حيث الأثر. وأقول من حيث الأثر، الأثر أقصد به الامباكت، من حيث الأثر. فعندما يكون التحديد سياسويا ويكون يعني التوظيفية السياسية المضاعفة، وتكون المتاجرة بمشكل مجتمعي كما هو الحال مثلا إذا أخذنا مثال مشكل الأمهات العازبات، فإنه سيكون ذلك يعني له تأثير على طول دورة حياة السياسة العمومية. وبالتالي الأكثر من ذلك، سيكون هناك في إطار التقائية مع السياسة الأخرى سيكون تأثير سلبي على باقي السياسات الأخرى، مثلما أن باقي السياسات الأخرى لها تأثير على أي فعل تدخل عمومي بشأن موضوع الأمهات العازبات. إذن بالتالي أول شيء هذا هو الذي ينبغي أن نقف عليه. إذن في هذا الإطار هذا عندما أقرأ، ف بعض المقاربات لا تنظر إلى مشكل الأمهات العازبات إلا من منظور محير. قد تنظر إلى مشكل الأمهات العازبات على أنه مشكل طابو، وبالتالي يتعين تحرير ما يسمى بالعلاقات الحميمية، حتى لا أقول الجنسية، وما يسمى بالتحديد ما يسمى بالسوكسياليتي الجنسية، يعني ينبغي تحريرها من الطابو. وبالتالي كأن الأمر يتعلق بنوع من يعني إعطاء حرية هذه الممارسة، وبالتالي عدم تجريمها. هذا أجده مطلبا حاضرا. أقول هل هذا المشكل، هذا المعطى، هل يعتبر مشكلا مسببا لمشكل الأمهات العازبات حتى نمارس بشأنه فعل تدخل لمحاربته، أم أنه بالعكس قد يكون تحرير العلاقات الحميمية ما يسمى بالعلاقة الحميمية، ورفع هذا ما يسمى بالطابو، ورفع التجريم، ألا يمكن أن يكون سببا يعني في إطار مضاعفة الأزمة؟ والدليل على ذلك أنه مثلا في فرنسا 52% من الأطفال يولدون خارج إطار مؤسسة الزواج، عندما نجد مثلا مطلب يتحدث عن ستاتي، يعني وضع قانوني للأم العازبة. ما المقصود بذلك؟ هل المقصود هو إعطاء الأم العازبة الحق في أن تؤسس أسرة؟ يعني واحد فامي مونوبارونتال، وبالتالي تصبح مثل العديد من الدول الأوروبية هناك إمكانية في الاختيار الحر للأم العازبة بأن
تدخل في علاقة مع أي شخص وينتج عليها حمل، وبالتالي تكتفي بهذا الطفل وتؤسس معه أسرة، وبالتالي هنا لا يمكن البحث، لا يكون هناك بحث ولا أو لا يهمها البحث عن أب بيولوجي أو عن نسب لهذا الطفل. هل هذا هو المطلوب؟ إذا بالتالي ينبغي أن نعرف ماذا نريد، هاد ليدونتيفيكاسيون، هاد تحديد المشكل بهذا الشكل هذا، أنا أظن أنه يتعارض ونص الدستور. نص الدستور يقول باسم الاتفاقية الدولية على التشريعات الوطنية، ولكن هذا أمر يناقش به، فيه ضوابط ويمكن أن نناقشه الآن. لن ينبغي أن نقف على هذا التصدير ونفهم معناه، ولكن نص الدستور يشير كذلك إلى المرجعية الإسلامية. المغرب دولة إسلامية. هل سنباشر تعديلات في إطار نص الدستور؟ أظن أن نص الدستور من ضمن أو ما يسمى في إطار الحظر الموضوع الدائم، هناك مجالات لا يمكن ممارسة التعديل الدستوري ولا المراجعة الدستورية بشأنها، ومن ضمنها الدين الإسلامي. ما المقصود بذلك؟ إذا بالتالي فهناك في نص الدستور هناك حقيقة أن لا يكون هناك ميز بين الطفل المولود في إطار علاقة زواج والطفل غير المولود في إطار علاقة زواج، لأن الفصل 32 واضح أن لا يكون هناك أي أساس من أسس التمييز بين الأطفال. وأظن أن في إطار هذا الإطار يمكن أنه إذا قلنا هذا طفل مولود في إطار شرعي وهذا غير شرعي، معناه كاين هناك تمييز، ولكن في نفس الوقت الفصل 32 لا يعترف إلا بمؤسسة واحدة شرعية، ألا وهي مؤسسة الأسرة القائمة على أساس الزواج الشرعي. إذا بالتالي فهذا التحديد، ما أود أن أصل إليه هو أن هذا التحديد ليدونتيفيكاسيون، هذا التحديد ديال المشكل، ينبغي أن يراعي هذه النقطة الأولى، أن يراعي ما يسمى بالريفيرونسيال، المرجعية. هذا مفهوم ديال الريفيرونسيال، هذا مفهوم ديال بيير ميلر، واستعمل من طرف باحث آخر في إطار ما يسمى بليزابروش كونيتيف، يعني المقتربات الإدراكية في السياسة العمومية، وهي التي تفسر كيف أنه لا يمكن مباشرة أي سياسة عمومية إلا في إطار يعني هذا الريفيرونسيال. لماذا؟ لأنه إذا ما تم تحديد المشكل خارج الريفيرونسيال، خارج المرجعية القيمية المجتمعية، فهذا معناه أنه مستقبلا سيكون هناك عرقلة وعدم قبول وعدم استهلاك لهذه السياسة العمومية من طرف العديد من الفئات المجتمعية. والدل على ذلك سأقول هنا، قد يتفق معي الكثيرون، مثلا في إطار الزواج القاصر كان هناك نص قانوني، قد نكون نحن مع زواج القاصر أو ضد زواج القاصر. عندما أقول أنا مع ضد زواج القاصر فالاعتبار حقوقي، أقول بأن هذه الفتاة هي في سن ما قبل 18 سنة ينبغي لها أن تتمتع بكل حقوق طفولة. إذا بالتالي ففي سن 14 سنة أو 13 سنة أو 15 سنة أو 16 سنة أو 17 سنة هي لا زالت في مفهوم الاتفاق الدولي لحقوق الإنسان طفلة، وبالتالي فهذه الطفلة يلزمها حقوق طفولة. إذا بالتالي هنا جاء هذا السياق ديال زواج القاصر، أنه منع زواج القاصر إلا بإذن من قاضي الزواج. ولكن السؤال، هل كانت هناك تأهيل اقتصادي وتأهيل اجتماعي وتأهيل تربوي لهذه الفتاة؟ هذه الفتاة عندها في البادية خصوصا في القرية عندها مشروع واحد هو مشروع ديال الزواج. إذا بالتالي فماشي معنى تنقولوا أطلقوا يدها في الزواج، ولكن أعطيوها البديل كسياسة عمومية. ففي اللحظة اللي ما كانش البديل وكان منع ديال الزواج القاصر، ماذا حدث؟ أصبحت الزيجات خارج إطار القانون كثيرة، تتكون الزواج بالفاتحة وتتولد البنت ولد أو جوج أو ثلاثة اللي تجي عند القاضي عند المحكمة باش دير تهود الزوجية. فما ما معنى ذلك؟ معنى أن المجتمع يؤسس قانونه الخاص، لأنه لا يعترف بالقانون ديال المدونة في هذه الحالات. المدونة واضحة، قل من 18 خلص إذن ديال القاضي. إلا جاء الأب عند القاضي ولم تعطى له الإذن ديال بنته، يقول يلا بنتي يلا مشي للدار، تيمشي تيجمع الأمور تيدير الزواج بالفاتحة، إيوا تتولد يوم ولد أو جوج ولاد اللي ممكن ترجع حين ذاك. إذا ماذا هنا؟ يعني صعوبة نفاذ القانون، تنقولوا أزمة نفاذ القانون في الأوساط المجتمعية، مثل الأوساط المجتمعية. إذا هل نكرر نفس
المعطى مع الأمهات العازبات. إذا بالتالي فما أريد أن أصل إليه وأوضحه وأنه نجاح السياسة العمومية ينطلق أولا من تحديد يعني نون بوليتيزي، يعني غير سياسوي، للمشكل كمشكل عمومي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الآن نتحدث على واقع الحال. أصلا السياسة العمومية وخصوصا في المجال ديال السياسات الاجتماعية وفي المغرب تحديدا تتغذى بأزمات خمس على الأقل رئيسية، ولا أنظر إلى إمكانية ضمان فعالية السياسة العمومية بما في ذلك هذه السياسة العمومية الاجتماعية وبما في ذلك أي فعل تدخل عمومي مستقبلا فيما يتعلق بمشكل الأمهات العازبات، لا أتوقع نجاحه في ظل استمرارية يعني تدفق هذه الأزمات التي تغذي سلبا منظومة السياسة العمومية. وهذه الأزمات تحديدا هي أزمة المشروعية، أزمة المشروعية. إذن بالتالي عندما أتحدث مثلا عن تعددية حزبية، قد أنا لا أقول بأنها لا تعبر عن تعددية سياسية، مثلا أقول عندما تقول نقول هناك تعددية حزبية وقد لا تعبر عن تعددية سياسية، فحتى ولو وجدت انتخابات فمعنى ذلك أننا نعيش أزمة مشروعية. لماذا؟ لأنه هناك شرائح مجتمعية كثيرة جدا لا تمارس في انتخاب، لأنها لم تجد مثلا، ومع كامل احترامي لمنظومة الحزبية وأنا أحترم كل الفاعلين الحزبيين ولي أصدقاء أعزهم وأقدرهم في إطار يعني العمل الحزبي وأشد على يدهم فيما يمارسونه، خصوصا لما أعرف عنهم من روح وطنية يعني رفيعة جدا وصادقة وغير وطنية صادقة، ولكن رغم ذلك أقول بأنه ما معنى أنه يعني فئات اجتماعية واحد نسبة كبيرة من المواطنين تعبرون عن العزوف السياسي، حتى أنه لربما نقول بأن الحزب الأول كما قال البعض وقد يكون مخطئا في ذلك بأن الحزب الأول هو حزب الممتنعين عن التصويت، حزب الممتنع عن التصويت، هذا دون أن أقول حزب غير المسجلين أو شيء من القبيل. إذا ما يهمني هو أنه ينبغي إعادة تصحيح الوضع، ينبغي الإنهاء مع أزمة المشروعية. إذا بالتالي ينبغي تكون لدينا تعددية حزبية بالفعل عاكسة إيجابا لتعددية سياسية، ينبغي أن تكون آلية الإدماج السياسي يعني لها ديناميتها، بحيث أن آلية الإدماج السياسي ينبغي أن يعني تهيمن على آلية الإقصاء السياسي. نحن نعيش منعطفا وداعا للإقصاء السياسي، ينبغي أن يكون هناك إدماج سياسي، دينامية الإدماج السياسي ينبغي أن تكون متحركة بقوة حتى ننهي مع أزمة المشروعية. ينبغي أن لا نعود لأزمة تزوير انتخابات، إذا كله يدخل في إطار أزمة المشروعية، لأن إذا ما كانت هناك أزمة مشروعية فليست لدينا سياسات عمومية، لأن السياسة العمومية نابعة من منظومة سياسية تتمتع بمشروعية. هذا الجانب الأول. ثم لدينا أزمة ثانية هي أزمة الشرعية. الأولى هي كريز ديال ليجيتيميتي، هذه كريز ديال لا ليغاليتي يعني المطابقة للقانون. عندما أقول القانون يعني الكل أفراد ومؤسسات ينبغي أن يخضعوا للقانون، والقانون ينبغي أن يكون يعني ضامنا للحق، وهذا هو المؤسس لدولة حق القانون. إذا لم تكن لدينا يعني إنهاء مع أزمة الشرعية، فمعنى ذلك أنه أصلا المحدد القانوني والمؤسسات للسياسة العمومية كناظم لهذه السياسة العمومية معناه يغيب، وبالتالي فلن نصبح أمام فعل يعني منتظم
يعني وفق القانون وفق وفي إطار مؤسساتي. إذا فأزمة الشرعية لا يمكن إلا أن تهدم منظومة السياسات العمومية وتؤثر عليها سلبا. إذا هذا الأزمة الثانية. ينبغي كذلك أن ننهي مع أزمة التوزيع. لا أرى يعني سياسة عمومية ناجحة خصوصا في الجانب الاجتماعي دون ما إنهاء مع أزمة التوزيع. وعندما أتحدث عن أزمة التوزيع على مستوى الثلاث، هناك الآن محيط هامش مطالب بإعادة التوزيع، يعني يطالب بإنهاء أزمة التوزيع ويطالب بإعادة التوزيع. توزيع ماذا؟ إعادة توزيع السلطة، إعادة توزيع الثروة، إعادة توزيع القيم. إذا هذا الثالوث، السلطة، الثروة، القيم، ينبغي إعادة توزيعها بين المركز والمحيط دون ما إعادة توزيع هاد السلطة والثروة والقيم بين المركز والمحيط، فإننا سنبقى في إطار أزمة يعني خانقة وهي أزمة التوزيع. ثم كان هناك أزمة أخرى هي أزمة التغلغل إن صلحت إن صح التعبير، بحيث الملاحظ أن مثلا أعطيت مثال الأمهات أو أعطيت مثال ديال الزواج القاصر، ما معنى أنه هناك نفور من القانون؟ ما معنى أن المجتمع يصنع قانونه الخاص؟ معنى أن هناك أزمة تغلغل للدولة. إذا الدولة غير قادرة على التغلغل. أنا لا أريد دولة بوليسية تتغلغل بأجهزتها الأمنية، ولا إذا ما استدعينا المفهوم ديال غرامشي، لا نريد سيطرة. إذا ما سمحنا نسمح بالهيمنة، ولكن بالمفهوم الغرامشي ليس مدلول سلبي، بمعنى أدق وإن كان أعطاه في سياق آخر، ولكن ما المقصود؟ المقصود أنه لا نريد فعلا قسريا، لا نريد تدخلا يعني جبريا، يعني يلزم، لا، ينبغي أن هناك تسويق إيجابي لصورة الدولة، هناك قبول بسلطة الدولة، قبول بالقانون. وهنا من ضمن الأمور السلبية التي قد يلاحظها الكثيرون خصوصا الفاعلون السياسيون والمدنيون، هو ما يسمى بالعصيان المدني السلبي. نحن كمجتمع الآن نعاني عصيانا مدنيا سلبيا. العصيان المدني هو إيجابي، ولكن عندما أقول العصيان المدني السلبي هو عندما لا نبادر، نبقى في الهامش ونترك يعني لأصحاب المصالح هم الذين يبادرون. أنا لا أعمم، هناك ذوي مروءات، هناك فعاليات يعني تبادر، ولكن لاحظوا الكثيرون يعانون عصيانا مدنيا سلبيا. حتى في الإدارات تجد عصيان مدني سلبي، العديد من القطاعات الحيوية تجد عصيان مدني سلبي. إذا بالتالي فهذا العصيان المدني السلبي ينبغي أن ننهي، لأنه بالفعل يعبر على هذه الأزمة. ثم كاينة المسألة الأخرى هي أزمة الهوية، وعندما أقول الهوية تحيل على أمرين اثنين، هي أزمة انتماء وأزمة مشاركة فاعلة. إذا الهوية هي أمرين، انتماء، إحساس بالانتماء إلى الجماعة السياسية، انتماء هوياتي إلى هوية ثقافية وهذا قيمية، وهذا هو عنصر الانتماء في الهوية. ثم عنصر المشاركة، لأن المواطنة هي مفاعلة، إذا فالمشاركة الفاعلة كذلك. إذا بالتالي عندما يكون هناك اغتراب، وأرجعه بالتحديد إلى تعطل آلية ما يسمى بالإشباع الإيديولوجي، تعطل آلية الإشباع الإيديولوجي، بحيث أنه هذا الجيل اللي جاي ليس بالجيل اللي بغى فقط لغة الوطنية، شيء جميل لغة الوطنية، ولكن جيل بغى بشكل أكبر لغة المواطنة. جيل ما خاصش تحدث لي على بطولاتنا ودرنا
هذا شيء مزيان، ولكن جيل يريد الحرية ويريد العمل، يريد الخبز، يريد الكرامة في العيش. إذا فهو مطلبه مطلب مواطنة، ولا ينبغي أن نميز. لذا فخطاب الوطنية لا يحقق الإشباع الإيديولوجي الكافي لهذا الجيل. إذا بالتالي ينبغي بالعكس إعادة تفعيل آلية الإشباع الإيديولوجي عن طريق ماذا؟ عن طريق خطاب المواطن، هو الخطاب الذي يفهمه هذا الجيل. النقطة إذا بالتالي فلاحظوا المسألة الثانية هي أزمة المشاركة. إذا بالتالي فهذا تدخل في إطارها أزمة الهوية. إذا بالتالي فعندما نقوم بهذا التوصيف لهذه الأزمات، نقول بأنه لدينا أزمات كثيرة عدة تغذي كلها سلبا منظومة السياسات العمومية في المغرب. إذا بالتالي معالج كل مشكل، مشكل ينبغي تصحيح هذا الخلل والإنهاء مع هذه الأزمات، تدويب هذه الأزمات، إنهاء مع هذه الأزمات حتى تكون لدينا منظومة سياسة عمومية فاعلة، وإلا سيستمر تغذية هذه المنظومة بهذه الأزمات. النقطة الأخرى وهي التي في إطار التوصيف كذلك في علاقة بموضوع الأمهات العازبات، ما يلاحظ خلال قراءتي للأدبيات سواء الآن، لاحظوا الآن في الإعلام، في بعض البرامج الإعلامية سواء في السمعية أو البصرية، يعني في المشهد السمعي البصري أو في إطار بعض الأدبيات أو بعض التقارير كما قلت، هذه هي المادة التي اشتغلت عليها. ماذا أجد؟ أجد بأنها سواء تعلق الأمر بموضوع الأمة العزيزة، وأنا أقول الأمة العزيزة أخذته فقط كدراسة حالة، أنا لا أتناول الموضوع، أعود أكرر أن لم لا لا أخذ الموضوع الأمة العزيزة كموضوع في حد ذاته، وإن كان أقول للمستمع الكريم للمستمعات والمستمعين الكرام بأنه الآن يعني ربما بعد واحد مدة بسيطة جدا ستجدون إن شاء الله يعني دراسة مكتوبة حول هذا الموضوع ديال الأمهات العازبات بأرقام وبتحليل مستفيض، ولكن هذا ليس هو المبتغى الآن. أنا ما أريده هو دراسة كمثال للعديد من المشاكل الأخرى، قس على ذلك، هذا هو المقصود لدي، قس على ذلك. ماذا أجد في إطار الموضوع الأمهات العازبات من خلال تحليل هذه الخطابات؟ خطاب ديال القوة الدافعة والقوة المضادة، القوة التعبوية مع والقوة التعبوية ضد. ماذا أجد؟ أجد بأننا نعيش وضع انقسام على الذات كمجتمع مغربي، خصوصا على مستوى النخبة، أقول على مستوى النخبة، بحيث أجد واستسمح على التوصيف، وهذا توصيف يخص الأمهات العازبات ويخص موضوع الزواج القاصر ويخص موضوع كذلك الإجهاض، كل المواضيع اللي فيها هذا الجانب القيمي، صراع المرجعيات، أجد حولها التوصيف. ما فاد هذا التوصيف؟ أجد بأنه نحن أمام ثلاث معسكرات، واستسمح على هذه العبارة ديال المعسكرات، لا أريد أن أستعملها ولكن هذا هو واقع الحال، لأننا نعيش للأسف واحد الوضع ديال التحاقن. غاب ما يسميه المهدي المنجر رحمه الله بحوار تواصل، وهذا هو السبب علاش أنا انخرط في هذه المبادرة الآن مع الأساتذة الفضلاء الذين قاموا بالمبادرة من حزب استقلال و من فعاليات نسائية كذلك داخل الحزب، تفاعلت معهم بشكل إيجابي لأنه نؤسس لأخلاقيات التواصل، لأخلاقيات الحوار على شكل ما قال المهدي المنجر رحمه الله. إذا أجد توصيفا لهذه الوضعية، شو التوصيف؟ نجد أنه للأسف نحن في الساحة الآن، وهذا يغذي سلبا كذلك واقع السياسة العمومية، نجد أنفسنا أمام ثلاث معسكرات. المعسكر الأول هو ما أسميه بين مزوجتين بتحفظ،
بمعسكر الأصولية. معسكر الأصولية، ومعسكر الأصولية ليس بالضرورة يحيل على الإسلاميين، حتى أكون واضحا، معسكر الأصولية لا يحيل بالضرورة على الإسلاميين. من يعرف كلمة أصولية فإنه يعرف بأن معسكر الأصولية يحيل بالضرورة، أنا أستعملها للإحالة بالضرورة، على كل من يمتلك متنا أرثوذكسيا، متنا أرثوذكسيا يقول بأنه هو الحقيقة عينها وما دون ذلك هو الباطل. أعيد، من هو معسكر الأصولية؟ الأصولية لا يحيل على بالضرورة على الإسلاميين، حتى لا أفهم مغلوط بشكل مغلوط، بل معسكر الأصولية يفيد كل من يمتلك متنا أرثوذكسيا يرى فيه الحقيقة وما دون ذلك هو الباطل. صافي، هو تيقول الحقيقة، أما الناس كامل الآخرين على ضلال. ما معنى ذلك؟ معنى أنه معسكر الأصولية قد تجده في أقصى اليسار، وقد تجده في أقصى اليمين. إذن هذا المعسكر غير قادر على التأسيس لأخلاقية التواصل للحوار المجتمعي، وهذا يغذي سلبا واقع السياسة العمومية، لأن حتى في إطار ليدونتيفيكاسيون ديال المشكل العمومي تجده بورني، يعني هكذا رؤيته لا تتزحزح، وهذا سنقف عليه. المعسكر الآخر هو معسكر الوصولية. معسكر الوصولية، إذا كان المعسكر الأول هو معسكر الأصولية، فالمعسكر الثاني هو معسكر الوصولية. ومعسكر الوصولية هذا هو، تعرفونه، هو الذي ليس له أي استحضار لما يسمى بالمصلحة المجتمعية، هو لا ينظر إلى المصلحة المجتمعية، هو ينظر فقط إلى مصلحة ذاتية، سواء كانت فردية أو في إطار جماعاتي. أوكي، هذا من حيث المبدأ. إذا بالتالي معسكر وصولية كذلك لا يؤسس لحوار تواصل، بل أنه لا يهمه تسوية مشكل عمومي بما لا ينخر وبما لا يتهدد المجتمع ككل، لأنه هو لا يستحضر المصلحة المجتمعية. ما يهمه هو حسابات ضيقة، لأنه كل شيء لديه بالربح والخسارة، الخسارة الشخصية. إذا بالتالي فهو معسكر وصولي، معسكر وصولية. إذا هذا معسكر ثاني. أما المعسكر الثالث، وهو المعسكر الذي نراهن عليه في إطار إحداث تحول الديمقراطي، يعني في إطار إحداث نقلة ديمقراطية، في إطار انتقال ديمقراطي، هو معسكر الممانعة الثقافية. معسكر الممانعة الثقافية. هذا المعسكر لماذا أسميناه معسكر الممانعة الثقافية؟ لأنه ليس لديه متنا أرثوذكسيا ها هنا، وليس له يعني محدد مصلحي ها هنا. إذا بالتالي فمن حيث المبدأ هو معسكر ممانعة ثقافية، معسكر يقاوم السياسوية، وليس السياسة، يقاوم السياسوية، يقاوم التجار بقضايا المجتمع سياسويا، وله عمق مجتمعي، هذا هو الشرط، بحيث أنه يمتلك كل آليات ما يسمى بآليات التمكين الذاتي. المعسكر الممانعة الثقافية يمتلك كل ما يسمى بآليات التمكين الذاتي. أشنو هي آليات التمكين الذاتي؟ الاستقلالية في الطرح، والفعالية في المبادرة، تيكون استقلالية في الطرح ديالو، يعني هكذا، ومبادرة دائرة فيها نوع من الفعالية، يعني فعالية ديال الفعل. إذا بالتالي هذا هو معسكر الممانعة الثقافية، وهو معسكر، لاحظوا، لا يعيش انقساما هوياتيا، بل لديه رؤية واضحة، لديه عمق انتماء، إذا ما عندوش مشكل ديال انتماء، وبالتالي فله
يعني من يعني نظرته القيمية النابعة من هذا عمق الانتماء. إذا هذا هو معسكر الممانعة الثقافية، وهو معسكر ليس جامد بل يعيش على ما يسمى قد نسميه بين المزيدين بنوع من المثقفة الأكلتيخاصية، بحيث أنه إذا ما كان هناك شيء ذا طبع إنسانية لا يتعارض المنظومة القيمية، شيء يخدم الكرامة الإنسانية، فهو مرحب به. إذا بالتالي فهو ماشي بورني، ليس بالممتلك للمثل الأرثوذكسي، بل هو يمارس نوع من التثقف، وبالتالي فهو معسكر مفتوح على الرأي والرأي الآخر. إذا فمستقبل يحدده هذا المعسكر، هو معسكر الممانعة الثقافية، هو الرهان على معسكر الممانعة الثقافية للخروج من هذه الأزمات التي قلنا. النقطة الأخيرة التي أختم بها بالرجوع دائما إلى الأمهات العازبات، أي مقاربة يمكن أن نقارب بها الموضوع؟ المقاربة ديال الموضوع ينبغي أن تكون مقاربة نسقية. كيف أنها مقاربة نسقية؟ بأن ينبغي أن تستحضر يعني بأن منظومة السياسة العمومية هي مجموع الفاعلين المهيكلين يعني بنيويا، يعني تنقولوا لي زاكتور ستركتوري، والتي تربط فيما بينهم علاقات تفاعليه، ويشتغلون من اجل يعني انتاج نشاط يضمن استمراريه لهذه المنظومه، وذلك بمراعاه محيط نسق الفعل اللي هو كاين محيط الداخلي وكاين محيط الدولي. اذا هذه المقاربه النسقيه بهذا الشكل هذا، عندما نأخذ مثلا موضوع الأمهات العازبات وغيره من المواضيع، فينبغي أن نراعي النقطة الأولى هي المرجعية القيمية الوطنية. كل معالجة للمشكل خارج المنظومة القيمية الوطنية بما كما حددت في نص الدستور، فمعنى ذلك أنه نقفز على المحدد المؤسساتي. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني لا ينبغي أن تكون يعني أحادية الطرح، بحيث أنه ينبغي إشراك مجموع الفاعلين، لأن الأمر يتعلق بمنظومة فاعلين. إذا بالتالي أن يكون هنا دور لمعسكر الممانعة الثقافية، بحيث يكون هناك أساس للحوار ثم ينطلق الحوار المجتمعي. أقول بأنه بالفعل المجتمع المغربي الآن في فترة حرجة. التوصيف الآن الذي أعطاه بول باسكو في 1970 بأن المجتمع المغربي مجتمع مركب، أجده لربما يعني يزداد يوم بعد يوم تأكيدا. وهذه المسألة ينبغي أن نخرج من وضعية التركيب، لأن ما معنى وضعية التركيب كما قال بول باسكو؟ معنى مجتمع مركب معنى أنه غير ممتلك لمشروع مجتمعي يتحقق على ضوئه انتقال. إذا ما عمرنا من حلمه كمجتمع مغربي أن نحقق انتقال طالما أننا نعيش وضعية التركيب. إذا بالتالي فهذا الصراع المرجعيات قد يكون يخلق دينامية في الحدود، ولكن لا ينبغي أن يكون معبرا احتقان، لأن معناه انقسام مجتمع، وهذه التوليفة اللي في كل مرة نقوم بها ستعطينا واحد شي حاجة إبغيد هجينة. إذا بالتالي فهذه الهجانة ينبغي أن نقطع معها، ينبغي أن نكون واضحين ما هو مشروعنا المجتمعي، من نحن ماذا نريد، على طوره سنحقق انتقال. إذا بالتالي فالمبتدأ كما يقول هو أن نبدأ بالتأسيس للحوار في إطار معسكر الممانعة الثقافية، بعيدا عن الأصولية بالمفهوم الذي أعطيته، وبعيدا عن الوصولية بالمفهوم الذي أعطيته. هذه وجهة نظر. ثم الجانب الثاني هو عندما يتأسس
الحوار ينبغي أن تكون واحد المسألة مهمة جدا، هو عملية تقييم. لأنه لماذا تقييم السياسة العمومية؟ لأنه لكي نعلم جيدا بأن هناك تحديد ايدونتيفيكاسيون، يعني تحديد للمشكل بشكل يعني يتماشى الواقع، يتماشى المنظومة القيمية، ينبغي في كل مرة أن تكون هناك تقييم. تقييم لما؟ تقييم للأثر، الامباكت. لأن السياسة العمومية ما وجدت إلا لتنتج أثرا مجتمعيا، وبالتالي فما أعيبه، وهذا نقطة ينبغي أن أقف عليها، هو أنه العديد من السياسات بلورت ونزلت إلى أرض الواقع ولكن غاب التقييم. والدليل على ذلك أعطيكم مثال، أرجع في كل مرة إلى مشكل له علاقة بمشكل أمة العازبات، وله مشكل علاقة بمشكل الإجهاض، وله علاقة بكل مشكلة عندها الطابع الاجتماعي اللي عندها علاقة بمدونة الأسرة، لأنه عندها علاقة بما هو قيمي. هذا المشكل ديال الزواج القاصر في 2004، من 2004 الآن، هل أجري تقييم رسمي لهذه السياسة؟ لأن بالفعل هناك نص قانوني، معنى أن هناك فعل تدخل عمومي، راه هناك تأطير وتقنين لهذه الممارسة اللي هي زواج قاصر، منع زواج قاصر، بحيث أن الأصل هو ما كاينش الزواج إلا بعد 18 سنة، قل من 18 سنة، من قل 18 سنة تحت يعني سميتو كاين إذن ديال زواج قاصر. الآن واش هناك تقييم؟ لأن قبل في 2004 والآن ماذا يعاني المجتمع المغربي؟ أصلا معدل الزواج اللي كان تحت حدود 2010 هو 27.5 تنظن، هو المعدل الوطني، بقى غادي المعدل يرتفع. إذن ماذا يعاني المجتمع المغربي الآن؟ يعني مشكل آخر، هو مشكل عنوسة. هل أخذنا هذا المعطى بعين الاعتبار؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كما قلت قبل قليل، هذه الطفلة ينبغي أن نوجد لها مشروعا بديلا لمشروع الزواج، لأن بين 15 و 18 سنة ما كاينش الزواج. إذا بين 15 و 18 سنة هذه البنت غاب عليها التأهيل الاقتصادي، ما عطيناهاش التمكين الاقتصادي، غاب عليها التأهيل الاجتماعي، ما عطيناهاش التأهيل الاجتماعي، غاب عليها التأهيل التربوي والتعليمي، ما عطيناهاش تعليم وثقافة وتربية يعني اللي تحس بكينونتها وباستقلاليتها وبالفعل تحقق يعني ذاتها ولا تكون يعني عرضة لكل أنواع العنف. إذن بالتالي فماذا هيئ لها؟ ماذا هيئ لها؟ هل التدخل القانوني لوحده كاف؟ إذا أنا ما أعيبه على سياسة الدولة هو أنها تدخلت بفعل نص قانوني ولكن لم تواكب نص القانوني، وهذا هو كان هو الأساس باش يكون هناك تأهيل تربوي تعليمي. إذا شنو هو الدرس الذي ينبغي أن نستفيد منه؟ هو أنه مقاربة الآن لمشكل الأمهات العازبات لا ينبغي أن يكون في إطار مقاربة قانونية خالصة. أنا أرجع إلى المطالب أجد فيها العديد من المطالب القانونية ذات الصبغة القانونية، لا ينبغي أن يكون المطلب هو مطلب في إطار مقاربة قانونية صرفة. المقاربة القانونية لوحدها مقاربة قاصرة، هي مهمة، شريطة أن تراعي المحدد الدستوري والمحدد القيمي حتى لا تصطدم مع المجتمع، وإلا سيصبح هناك مجتمع يصنع قانون بديل. ولكن المقاربة القانونية لوحدها غير كافية، بل العكس، ينبغي أن تكون مسبوقة بمقاربة أخرى من قبيل المقاربة الاقتصادية. التمكين الاقتصادي مهم جدا، وسأعطيكم هنا يعني أرقام سأختم بها إن سمحتم. مثلا لدينا بعض المعطيات، تجد بأنه في
في 2002 كان الأمهات العازبات اللي عندهم التعليم في حدود التعليم الابتدائي 26%. إذا 26% من لديهم يعني مستوى تعليم ابتدائي، يعني كان 26%. اللي كان دون المستوى، يعني بدون مستوى، يعني سون نيفو بالفرنسي، يعني ما عندهمش تحصيل معرفي، ما ولجوش للمدرسة، كانوا 45%. إذا 45% بدون تعليم، هذه الأمهات العازبات في 2002 وفق واحد الدراسة اللي دارت على يعني سميتو، كان 45% بدون مستوى تعليمي، 26% يعني مستوى تعليمي ابتدائي، 27% مستوى يعني بين هذا السيكوندير يعني إعدادي ثانوي، ولكن المستوى الجامعي كان 2%. إذا لاحظوا كل ما ابتعدنا على سون نيفو يعني بدون مستوى، إلا وتبدأ تنخفض نسبة الأمهات العازبات. ما معنى ذلك؟ معنى أنه ينبغي أن نضع قطيعة من مشروع مع ديك الأرضية الخصبة لإنبات مشروع أم عازبة، ألا هو الجانب المتعلق بالجانب ديال التأهيل التربوي التعليمي. المسألة الثانية، عندما أجد بأنه واحد النسبة أخرى، هذه الإشارة لهذه النسبة هذه راه في 2002 كانت بهذا الشكل هذا. مثلا نعطيكم مثال، في 2009 40% بدون مستوى، 30.2% بريمير يعني المستوى الابتدائي. يعني إلا جينا نشوفوا 70% بين المستوى الابتدائي تحت، يعني 70% من الأمهات العازبات يعني بدون مستوى تعليمي أو مستوى تعليمي ابتدائي. إذا هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، دائما في إطار اللغة دي اللغة الإحصائية، بلت نوجدوا بأنه مثلا أنه بين 8.8% و 17%، إذا كانت في 17% دوكا في 2009 كانت 8.8%، يعني عندهم يعني أكثر من طفل، طفلين، ثلاث أطفال، أربعة أطفال. معنى ذلك، معنى ذلك أنه هناك مشكل تعليمي تربوي. النقطة الأخرى فيما يتعلق ب الجانب، يعني اي شريحه اجتماعيه الامه العجيبه من كاينه، تنوجد بانه اكثر، باش نبعد شويه على اللغه ديال الارقام في كل مره حتى لا اثقل عليكم، اكثريه الامهات العازبات هم امهات مهاجرات من القرى. اذا الهجره القرويه عامل مهم ومحدد بالنسبه لظاهره بين المزوجين او ظاهره الامهات العازبات. اذا بالتالي فاي سياسه للعالم القروي تستهدف تأهيل اقتصادي واجتماعي للأم العازبة في القرى، هذه النقطة الأساسية ينبغي أن نصلح لها في إطار التأهيل الاقتصادي والاجتماعي. النقطة الأخرى، نوجد بأنه غالبية الأمهات العازبات إما تعرضوا يعني لهذا الفعل ديال الحمل في ضيعات فلاحية، وإما في معامل. إذن فهما قوة عاملة، هما قوة عاملة فين؟ في جوج ديال المجالات، في الجانب الفلاحي ضيعات فلاحية، وهنا واقع ديال السوسي يتحدث بشكل كبير جدا في سائر المغرب، ولكن في نفس الوقت هناك جانب آخر هو الجانب ديال الحماية ديال الأمهات العازبات، أو ديال الأمهات ديال الفتيات، يعني قبل ما يكونوا أمهات عازبات، الحماية ديالهم في الضيعات الفلاحية،
وفي المعامل. إذا بالتالي أي سياسة للدولة في هذا الجانب. النقطة الأخرى هي أنه في حدود 2009 في إطار التأهيل الاقتصادي كذلك، أنه 21% من الأمهات العازبات سونز أكتيفيتي، يعني ما عندهمش نشاط، ما عندهمش نشاط، و 31% هكذا، يعني عمل كيف تنقولوا داخل البيت، يعني أكثر من 52% يعني راه ما عندهمش عمل محدد. إذن هذا معطى إحصائي كذلك. إذن بالنسبة للمعطى آخر اللي ممكن هو باش غادي نختم بكل احترام، هو مسألة ديال السن، هو أنه 32%، وهذا رجاء هذا مهم جدا يبغي أن نقف عليه، 32% من هما أقل من 20 سنة. إشارة، هناك أمهات عندهم سن ديال 13 سنة 14 سنة، أمهات عازبات، ولكن ما يهمني هو أقل من 20 سنة. للأسف المعطى الإحصائي ديال من 15-18 سنة كان معطى مهم جدا، ولكن ما عنديش كمعطى إحصائي. إذا المعطى ديال أقل من 20 سنة، 32% من الأمهات العازبات بين 2003 و2009، 32% منهم هم أقل من 20 سنة، و 29% منهم هم بين السن ديال 21 سنة و25 سنة. يعني أقل من 25 سنة تشكل 61%. إذا الأمهات العازبات أقل من 21 سنة تشكلوا، عفوا، الأمهات العازبات أقل من 25 سنة تشكلوا 61%. إذن هذا معطى إحصائي ينبغي أن نقف عليه. ماذا أوجدت الدولة من سياسات لتأهيل هاد الشريحة ديال الشباب من اثنين أو من يعني أقل من 25 سنة؟ إذا كانت 61% من الأمهات العازبات أقل من 61 أقل من 25 سنة، يعني 61%، فماذا أوجدت الدولة من سياسات؟ وهنا إذا كانت يعني السياسة الاقتصادية للدولة، السياسة الاجتماعية للدولة، عفوا، بما هي سياسة تأهيل الاقتصاد وسياسة تأهيل الاجتماعي، الآن هي في قفص الاتهام وفق ما أعطيناه من أرقام. وإذا كانت السياسة التعليمية والتربوية هي في قفص الاتهام من خلال ما أعطيني من أرقام، لأن علاش محدودية ديال التأهيل التعليمي وعدم شمولية هاد التعليم، لأنه عمومية التعليم هذا مبدأ منذ 1956 تعميم التعليم، ولكن أين نحن من ذلك الآن؟ وحنا شفنا النسب الآن. ثم كاين سياسة أخرى هي السياسة الإعلامية، أي ماذا تصنع لنا هذه السياسة الإعلامية؟ أي دور لهذا يعني الآليات التواصل في إطار هذا المشهد السمعي البصري، سواء كان في إطار القطب العمومي أو خارج القطب العمومي، لأن في كله في إطار خاضع له نوع من الرقابة. ماذا يصنع هاد المشهد السمعي البصري؟ إذا كان عندنا هذا الواقع هذا، فينبغي أن نعيد النظر في سياستنا الإعلامية. إذن بالتالي هذا هو ما سميته بالمقاربة النسقية، يعني مقاربة نسقية، لاحظوا، بشكل أفقي وبشكل عمودي. بشكل أفقي ارتباط ديال المشاكل فيما بينتها، وبشكل عمودي يعني نوع من التقائية السياسات اقتصاديا اجتماعيا تعليميا تربويا إعلاميا لكي نؤطر يعني أي معالجة لمشكل الأمهات العازبات كمثال، وغيره من المشاكل ذات البعد الاجتماعي التي تتهدد يعني العلاقات الاجتماعية والمنظومة القيمية المجتمعية. نقطة أخيرة هي اعتماد المقاربة الترابية، لأنه من الأمور، وأستسمح يعني بكل احترام الفاعلين التربويين وتحديد الجماعات الترابية، الجماعات الترابية، أنه أي دور للجماعات الترابية في هذا ما يمكن أن نسميه ب
حالة الاحتضار المجتمعي صراحة، لأن عندنا ها الدعارة، ها المخدرات، ها يعني حدث ولا حرج من المشاكل التي تتهدد الجسم المجتمعي. إذا أنا أشد بحرارة على الفاعلين الترابيين، على الجماعة الترابية، على المنتخب الجماعي، على المجهود الذي يقومون به في إطار توفير البنيات التحتية. ولكن الاجتماعي ينبغي إعادة النظر في منظورهم الاجتماعي، لو سوسيال، لو سوسيال، نقصد بلو سوسيال الاجتماعي. رجاء الجماعة الترابية، المنتخب الجماعي، الفاعل الترابي ككل أينما كان موقعه، ينبغي أن يعيد النظر في الكونسيبسيون، في هذا الفهم ديالو الاجتماعي. الاجتماعي ليس هو دعم نقدمه للجمعية، لا، هذا 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 نوع من القاسبياج ديال المال العام، استسمح. ليس معنى أننا نقول ما نعطيوش للجمعية، ولكن خاص يكون في إطار ماشي غير كيد الشارج، دفتر تحملات، لا، ماشي خاص يكون في إطار تقارير هكا صورية الجمعية تأتي وتقول قمت بالنشاط واحد وجوج، لا، خاص يكون في إطار ليفاليسيون دامباكت. خاص الجماعة الترابية في إطار برامج العمل الجماعية لديها ديزاكس، محاور متعلقة بفعل أفعال تدخل العمومية الترابية اللي محدد في إطار أجندة مؤسسية ترابية، على ضوءها تتحدد في إطار 5 سنوات ما ينبغي إحداثه من تغيير. إذن بالتالي كاين هناك شركاء من ضمنهم النسيج الجمعوي أو غيره. إذن بالتالي هذا المال العام اللي تتمتلكه هذه الجماعات الترابية ينبغي أن يكون في إطار مقاربة ترابية تتجه إلى ماذا؟ إلى إعادة التأهيل الاجتماعي، ولكن ليس بهذا الشكل ديال الملحات، أو لا، في إطار كما تقول إحداث الأثر، خاص يكون أمباكت. أعيد أكرر، أن يكون هناك وقع، كل فعل تدخل ترابي أن يكون لديه وقع. إذا بالتالي فلا ينبغي على السياسات العمومية الترابية أن تكون مجرد تتريب للسياسات العمومية القطاعية، ماشي غير تيريتورياليزاسيون، تتريب للسياسات العمومية القطاعية، لا، ينبغي أن تكون لدينا سياسات عمومية ترابية بمعنى ترابية، يعني أن يكون القرار السيادي ترابيا للجماعة الترابية، وأن تتدخل في محيطها الترابي لممارسة فعل تدخل لمعالجة مشكل مجتمعي ذا طبيعة ترابية. بهذا الشكل هذا لا ينبغي أن نترك يعني كل المسؤولية للدولة. بهذا الشكل هذا يكون بالفعل مقاربة كما قلت في الأول، مقاربة نسقية مفتوحة للجميع، ولكن ترابية يعني في إطار واحد المقاربة كيف تنقولوا بوتم أب ماشي توب داون، يعني من الأسفل وليس مفروضة من الأعلى. نقطة أخيرة أختم بها وأستسمحكم إن أطلت، لأن في كل مرة أتذكر مسألة مهمة ينبغي أن تكون موضوع يعني توضيح حتى لا يسأ فهمي. إذا بالتالي فما أريد أن أختم به هو أن الموضوع بالفعل هو موضوع يعني ليس بالسهل تناوله، وليس بالسهل يعني تحليله، وليس بالسهل بالنسبة لأصحاب القرار أن يمارسوا فعل التدخل العمومي بشأنه، لأنه هو موضوع يعني صراع مرجعيات. ولكن أظن بأنه حان الوقت كما قلت لتغليب يعني وتغليب كفة هذا ما أسميناه بمعسكر الممانعة الثقافية، والإنهاء مع الأزمات التي تغذي سلبا يعني السياسة العمومية في المغرب، إن أردنا بالفعل يعني أن نطوي صفحة هذا التركيب، هذا المجتمع المركب الذي نعيشه، وأن نحدث انتقالا ديمقراطيا على ضوء ما سنحدده إن شاء الله بحول الله من يعني من معالم انتقال ديمقراطي نحو المشروع المجتمعي الذي نأمله، دون متنكر لهويتنا يعني الثقافية ولمنظومتنا القيمية الوطنية، والتي بالفعل تم التنصيص عليها دستوريا بما لا يتعارض، والمرجعية الحقوقية الدولية التي يبقى، وهذه نقطة مهمة جدا، أبرز شيء افتتح به العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية هو ما يسمى
بحق تقرير المصير، بحيث أن نحن كمجتمع بدون أن يكون لدينا واحد المشروع، واحد الموديل امبورتي، واحد النموذج مستورد من الخارج، نحن قادرون على أن نوجد مشروعنا المجتمعي الذاتي. لماذا؟ لأن لدينا ما يسمى بحق تقرير المصير سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وبدونه لن ننجح أي سياسة عمومية، لا بلورة ولا تنزيلا ولا تقييما. إذا أستسمح حكم على الإطالة، ومرة أخرى الشكر كل الشكر للأساتذة الفضلاء والأستاذات الفضليات الذين سهروا على تنظيم هذا الصالون الفكري، والأستاذات الفضليات اللواتي سهرن على تنظيم هذا الصالون الفكري. والشكر مرة أخرى لكل أبناء مدينتي العزيزة، مدينة قلعة سرغنة، التي أعتز بالانتماء إليها، وأعتز بأساتذتي جميعهم وبأستاذاتي جميعهن، كل من درسني مرة أخرى كما قلت بمدرسة الحي الإداري وبإعدادية البهجة وبثانوية مولاي إسماعيل. و يعني أحييهم وأقول لهم بأني أحبكم وأحترمكم لما أسليتم لي من معروف، ولن أرد لكم الجميل، ولكن آمل أن أرده لي ولو بجزء بسيط لأبناء مدينتي الفاضلة، مدينة قلعة سرنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.